السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا سعيد جدا نكون معاكم اليوم في غرفة مع مؤسسة عطاء، وبنتكلم عن موضوع اسمه ما معنى أن أكون عاملا في المجال الإنساني. بعض الأخوات قالوا أن أنا أقدم خدمة، أن أنا أتميز، أن أنا أساعد. بعض الإخوة كذلك قالوا نفس الكلام. بس أهم حاجة لابد نعرفها وإحنا بنشتغل في العمل الإنساني أن أنا أكون خدام. شئت أم أبيت، شئت أم أبيتي، انتهى الموضوع. عايز تخش في العمل الإنساني أو العمل الاجتماعي، اعمل من نفسك خادم. اللي مش عاجبه الباب يوسع، واسع يفوت جمل. الأصل كده، الأصل إن أي حد بيعمل في العمل الإنساني بيكون خادم، حتى لو كان ابن مين، حتى لو كان واخد شهادة إيه، حتى لو كان من عيلة إيه، حتى لو كان غني ومليونير وملياردير. مش عاجبك يا ابني ومش عاجبك يا بنتي، ألف سلامة عليك وألف سلامة عليك. لو مش هنتفق همشي واسيبكم. نتفق ولا ما نتفقش؟ ها قولوا. لو مش هتبقى خدام صلي على النبي وانا همشي، او تطلع انت بره. مين مش يطلع بره، انا ولا انت؟ كده اوعى، حذاري انك تعمل في العمل الانساني وتفتكر نفسك حاجه. احنا ولا حاجه، خلاص. ده السؤال الاول اتفقنا عليه، هنعدي على السؤال الثاني. السؤال الثاني، من يملك المؤسسه او الجمعيه او اي حاجه؟ مين اللي بيملكها؟ عطاء، مين اللي بيملك عطاء؟ الشعب، المجتمع. المجتمع، او بمعنى ادق، الفقير والمحتاج والمسكين. اتفقنا؟ هكمل. ما اتفقناش واحد مننا يسيب الاوضه، ما بهزرش انا. اتفقنا ان لا خالد ولا اسامه ولا المانح ولا اي حد يملك المؤسسه. صاحب المال هو مين؟ هو الفقير. صاحب المال او صاحبه المال هي الارمله واليتيم والمسكين واللاجئ والنازح. لكي أنت تنظر إليهم نظرة، من وجهة نظرك أنت، نظرة علوية ليهم وليست نظرة دونية. يبقى احنا قلنا أننا خدامين، بمعنى خدامين. اللي مش عاجبه باب إيه يفوت جمل، وإن احنا بنشتغل أجراء عند الفقراء. واضح ولا مش واضح؟ دي ملهاش دعوه بالدين، لان جه كل الاديان قطع عملت له اطر. لكن الانسان في خدمه الانسان، الانسان في خدمه البشريه، الانسان في خدمه كل واحد، لاننا كلنا بني البشر اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بانه جعلنا من بني ادم. دي قاعده. بعد كده بقى نقول الاسلام قال، المسيحيه قالت، اللي كذا قال، دي حاجه ايه زياده، تأثير الآخر بيجي بعد كده. لكن الأساس اللي احنا شفنا منه أمثلة عملية في أبو بكر رضي الله عنه، وفي خلافة عمر رضي الله عنه، وفي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو كان يقري الضيف ويعين المحتاج ويحمل الكل ويعين على المسألة والدعاء. يعني كل اللي أنتم بتعملوه ده ما جبتهوش من فراغ. ومين اللي قالت الكلام ده؟ مين اللي قالت الكلام ده؟ ماما خديجة. قالت له والله إن الله لن يضيعك أبداً قبل ما يبقى ايه نبي. يساعد الناس ويقويهم ويمكنهم، وكريم مع الضيوف بتوعه الى اخره، ويصل الرحم. دي كان قصائد شخصيه الرسول قبل ان يكون رسول. وبعدين في خدمه المجتمع شفنا سيدنا ابو بكر بيعمل ايه، شفنا سيدنا عمر بيعمل ايه. ما شفنا سيدنا عمر لما كبر العمل، عمل الدواوين، المال كتر، ما أصبحتش شارع وشارعين في المدينة، أصبح بلاد مترامية الأطراف. دي قواعد مش متفقين عليها نعمل فنكوش وكل واحد يروح لحاله. وأبغض الحال عند الله إيه؟ الطلاق بالكاف. خلاص؟ اتفقنا؟ دي نمرة واحد. دي بقى القاعدة اللي احنا قلناها. أول شيء في إزاي أكون عامل في مجال، إن أنا أكون مؤمن بما سأعمله.
أنا بحط الإيمان أساس في كل عمل نقوم به، في الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره وبالرسالة، وفي الإيمان بالعمل الله، الإيمان بالعمل مش أنا مؤمن به وبأديك وظيفة جزاكم الله خير ممكن أستفيد بيك ممكن ما أستفدش بيك. الإيمان بما أقوم به، لأن أنا مؤتمن على مال، مؤتمن على أسرار، مؤتمن على أعراض، مؤتمن على أشياء كثيرة جدا. لما بخش على المرأة في خيمة، أنا إحنا زرنا بعض الناس في كانوا عايشين في كهوف في الصين، السرير كان معمول هم داخل الكهف، وكانت البنت فرحانة جدا وكانت حامل، وحتى ملزقة صور كده للأطفال على الحيطة فرحانة، لكن كل اللي عندها قط النوم بتاعتها سرير من ايه من الطين، يا دوبك اشتروا لها الغطا والمرتبه الى اخره. فانا بزور الاسره دي كلها، فانا مؤتمن على كل سر باخده من الاسره دي. إن لما اكون مؤمن فلا انا فانا لا فانا لست مؤتمنا مؤمن بالعمل. دي نمره واحد لازم، ودي حطوها هنا اهو، يعني ايه الستات بيلبسوا حلقان والرجاله كمان هيلبسوا حلقان، يجوز؟ في حد شرعي هنا؟ انا مش شرعي، لا انا مش شرعي ابدا. بمعنى ايه؟ لابد يكون عندي رؤية، ولابد يكون عندي رسالة، ولابد يكون عندي مهمة انجزها في وقت معلوم، ولابد يكون عندي هدف. اللي يشتغل في العمل الانساني ما عندوش دول هو فنكوش او هي فنكوشة، نقضي وقت كده بس عشان ناخد مرتب ونمشي، مش هنعمل تأثير، مش هنعمل تغيير. رؤية ورسالة ومهمة وهدف، يعني لابد أنا كشخص مش بس المؤسسة، المؤسسة عندها الرؤية بتاعتها وعندها الرسالة بتاعتها وعندها الأهداف وعندها وعندها، لكن أنا بني آدم لابد يكون عندي الأربعة دول. من أجل ماذا أنا أعمل في هذه المؤسسة؟ رسالتي إيه مع المحتاج؟ هي المهمة اللي أنا هقوم بيها عشان أوصل الرسالة بتاعتي دي، وما هي الأهداف التي أريد أن أحققها من خلال مؤسستي أو من خلال عملي أنا كفرد؟ واضح؟ لازم أنا أعمل من نفسي قدوة. كيف؟ كان في شيخ من المشايخ رجل كده كبير في السن جالنا مرة في برمنغهام، وكان يعني كبير تعدى 70 سنة والسجن وتبهدل والحاجة دي كلها، وكان مشلول يعني عنده شلل نصفي. فهو قاعد معانا بيتعشى، واحد من المتفحلصين المتفقهين المتنطعين، قال له مولانا بتدينا محاضرة في الدين وانت بتاكل بيدك الشمال؟ شوف بقى الغباء، واحد السجن وتبهدل وطلع روح اللي ايه روح اللي ايه اللي ايه اللي ايه من جده لامه لخالته لعمته. قال له حاضر يا ابني، مسك المعلقة بإيده اليمين وكل ما يشيل الشوربة ولا الرز يقع من إيده. قال له أنا آسف، ما فيش حاجة اسمها آسف، مش هي سنة حققها. ده غباء مجتمعي من عامل من عمال الإغاثة، ما أراش مسيرة هذا الرجل ها، ودخل عن مظهر بتاعه. الرجل ده قال كلمة واحدة ما زلت أذكرها رحمة الله عليه، قال يا ابني أنت وهو ويا بنتي أنت وهي، لما تتصدري أو تتصدر للعمل الاجتماعي وتقف على منصة، اعرف واعلم وعرفي واعلمي ان الناس يسمعونك باعينهم، يعني هم شايفين انت لابس ايه، تتكلم ازاي، ولادك شكلهم ايه، بتلبس ايه، بتروح فين، كذا 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 الى اخره. فاعلم، لا خرج من جامعة ولا خد دكتوراه ولا خد ماجستير ولا بطيخ ازرق. وفي بطيخ ازرق؟ ممكن يبقى في بطيخ ازرق، انت هتوافقني؟ لا لا توافقنيش. ها غيروا الهرمونات تصير ازرق لو معاك. انا سعيد، تعال 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 هنا عشان ناخد صوره معاك. الاخ بتاع الهرمونات ده هديك هرمون هعملك احمر. كويس، قول بقى الحل كده، كيف ناتي بالبطيخ الازرق؟ نعم، كان في لنا صاحب من القامشلي. قامشلي؟ نعم، يعمل في الصين. في الصين؟ نعم، بعث الى الصين فهندسة زراعية أتوقع. فيقول نحن هناك نعطي يعني شرش البذنجان كذا خليط لبندورة أو فليفلة أو كذا.
نغير لونه نغير. طب لو اتجوزت واحدة وادينا الحقنة دي هتبقى ايه؟ ممكن تصير رجل يعني عادي، يزيدون الهرمونات تصير رجل. بس صير ممكن 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 راجل يطلع حمار بعد كده. ممكن في كثير. يلا بالسلامة ان شاء الله. طيب، لابد ان اصبح قدوة في اخلاقي وفي تعاملي وفي ادائي زي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قدوة للعالمين. أنا قلت أن أعمل أجير لهذا الفقير. أهم شيء هنا أن أستمع، أكون مستمع جيد لما يقولونه، مستمع جيد، لأن أنا موظف عندهم، لأن أنا باخد مرتبي منهم. أن أكون مستمع جيد لهم لأن إيه؟ لأعلم مشاكلهم وأتعلم منهم. اوعوا تفتكروا العلم بيجي من فوق بس، من المشايخ والاساتذه والدكاتره، ابدا. الشارع بيعلم، الخدام بيعلم، اللي بينظف البيت بيعلم، الحارس بيعلم، كل واحد بيعلم من فوق وتحت. عشان كده في حته في الاداره بيقول لك المؤسسه المعلمه المتعلمه، اللي هي ذا ليرنينج اورجانيزيشن، اللي بتلاقيها المدير بيعلم وبتعلم، بيعلم الموظفين وبتعلم من الموظفين. فهنا حتة الكبر مش موجودة. يبقى أنا معه مع الفقير ده أستمع إليهم وأتعلم منهم عشان أجد الحلول في اللي بيقترحوه عليا، لأن صاحب الحالة هو صاحب الحاجة هو صاحب الحل. اوعوا تفتكروا نحن هنجيب حل سحري. هم بيعانوا من كل المشاكل دي كلها وعندهم القدرة انهم يحللوها ويحطوا الحل كده على الترابيزة في طبق من فضة، طبق من فضة وطبق من ذهب. واضح يا رجالة؟ لما اقعد معاهم اكون انا ايه؟ بستمع زي التلميذ، لان انا موظف، لان انا اجير عندهم، لان انا بخدمهم. طيب، مال الفقير؟ فاكرين سيدنا عمر ومقالاته في مال الفقراء؟ من يقدر يقول كده مقوله من مقولات عمر او ابو بكر رضي الله عنه في مال الفقير او مال الزكاه؟ كلكم بسم الله ما شاء الله اساتذه، وانا جاي عشان اتعلم منكم، انا مش همشي من هنا الا لما اتعلم منكم. ها، مقوله من مقولات عمر او ابو بكر او الرسول صلى الله عليه وسلم في مال الفقير؟ ها قول. تفضل. مره عمر بن الخطاب، تعال 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 عشان الناس يشوفوك، لو كنت مش متجوز تتجوز. انا مجوزاتي. تعالى، انت متجوز؟ لا. يلا بصوا له يا بنات، مكسوف ليه؟ البنت اللي تتكسف. اتي مره بعطور وبخور اموال زكاه الفقراء، فوضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قماشه على انفه، فقيل لما ذلك؟ قال لا ينتفع به الا في الشم، واخشى ان اسلب شيء من الفقراء. شفت؟ كان بيحاسب نفسه على الريحه اللي ماشيه في الهواء. يعني الريحه دي ماشيه في الهواء، خلاص احنا دلوقتي هنحط اسمك. اسمك ايه؟ محمد. محمد ايه؟ الحمود. الحمود، خلاص محمد الحمود يطلب الزواج. يطلب الزواج. يا ابني انت مكسوف يا ابني؟ فتح الفرج. خلاص يلا يا اخوات انقدوا عليه. كانك حاسس اللي في قلبه مسكين. اما الباب ولابس بتاع حمراء ومسرح شعره، وانت عامل زي بتوع السيما، خد لك دي. البوسه دي هتجوزك يا ابني. خلاص، يبقى ايه؟ احنا بنتكلم عن التعامل في مال الفقير بتقوى وورع وحذر. مش جالنا اموال كتير جدا، يلا يا عم مصرف يا عم، دي جايه ببلاش. مفيش حاجه اسمها ببلاش. طالما دخل المال عندكم الجمعيه فانت مسؤول وانت مسؤوله عن كل درهم وعن كل ريال وعن كل هلله وعن كل مليم. كيف صرف مش كيف انفق، يعني طريقه صرفه، كيف اهدر وكيف انتفع به الناس وكيف احقق الغرض. مساءله، لان مين اللي هيسال؟ ربنا سبحانه وتعالى. اتذكر انا مقول سيدنا عمر بن عبد العزيز، هو كان عندكم سوري مش كده؟ طلع هو كان مصري بس راح لسوريا هاجر، يعني طلعت فين؟ في مصر. اوعى تقولوا حاجه غير كده. ابوه كان ولي مصر ساعتها مش كده؟ ده جدته كانت بتاعت اللبن، اللي هي كانت رفضت، الست اللي كانت رفضت ايه تقرأ اللبن. فلما تولى الخلافه كان مراته بسم الله ما شاء الله زي القمر،
أبوه خليفة وقداه خليفة وعماه خليفة وأخوه خليفة، يعني ما فيش أعلى من كده في المركز الاجتماعي في العالم. فاعتزلها واعتزل بعد الخلافة بعد ما بيع مرتين 3 أيام ودخل الغرفة يبكي. فطبعا فاطمة بنت عبد الملك فرحانة بقى زي كل البنات، ما هم فرحانين جوزها خليفة بقى وبتاع، هتمشي في الشارع والناس يعملها موكب، بس مش مع عمر بن عبد العزيز. فلما لقيته بيبكي ومعتزل 3 أيام قالت له: ما لك يا زوجي؟ لا ويحك يا امرأة، ويحك، انت بتقولي ايه؟ ده انا في مصيبة، ده انا في نار، ده انا في جهنم، لقد وليت امر هذه الامة ما وليت. فتفكرت فيه في مين بقى؟ الفقير الجائع، والمريض الضائع، والرجل الكبير ذو العيال الكثير، والأسير المظلوم، واليتيم المقهور، والأرملة الوحيدة، وأمثال هؤلاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمت أن الله سبحانه وتعالى سائلني عنهم، وعلمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من سيحاجني أمام الله، فخشيت في هذا الموقف العظيم أن أقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تكن لي حجة ودافع بها عن نفسي. فرحمت نفسي فبكيت. شفت كان بيسأل نفسه في إيه؟ عن كل شيء في الأمة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيسأل نفسه عن البغلة التي إن تعثرت سئل عنها عمر بن الخطاب، صح ولا غلط؟ فسيدنا عمر بن عبد العزيز وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر نصبوا أنفسهم خدما عند المستضعفين والفقراء والنازحين واللاجئين والمغتصبات والأرامل والمساكين، نصبوا أنفسهم خدما، خدما بمعنى خدما، وعاشوا الدور ده وأنجزوا وحققوا إنجازات. وفي عصر عمر بن عبد العزيز لم يجوا أحدا، حتى أنه حاولوا يوزعوا الزكاة على غير المسلمين فلم يجدوا من غير المسلمين ما يستطيع أن يقبل مال الزكاة. شفتوا قد إيه؟ ليه؟ لأنه نصب نفسه خادم عليه رضوان الله. طيب، أوعى حذار أن يدخل رجل من عمال الإغاثة على أسرة أو على امرأة وحده. المرأة دي ضعيفة، ضعيفة، وقد يكون في ملابسها مش مستورة، فحذاري انك تبعته رجل او شاب وحده يدخل على أسرة، لابد ان يدخل معه امرأة اخرى. مرأة في العمل الانساني لها دور جوهري ودور اساسي، واضح؟ شفنا الملاوي دي في البوسنة، بلد زي القمر وزي الفل، وحصل بلاوي زرق بعضها من كذا، مش بدول بقى ايه الافصاح يعني، واضح؟ حذاري في قانون المؤسسة انك تذهب لأولي مرأة او اسرة وحدك كرجل. احنا بنتكلم عن قضية اوكسفام اللي حصلت، ان احد عمال الاغاثة في هايتي في 2010 ادار مركز للدعارة. رومانيا دخلوا ازاي دول من غير ايه؟ من غير باسبور ومن غير تأشيرة. فرأى ان البوليس متورط مع بعض موظفين الامم المتحدة، وده كان فضيحة كبيرة جدا. في كونغو الديمقراطية قبضوا على بعض موظفين الامم المتحدة انهم كانوا عاملين شبكة فيها 500 بنت او فتاة اقلهم سنا كان عندها 13 او 14 سنة. حذاري، وانا بقول له هو حذاري، حذاري واسبعه، أن يدخل عامل إغاثة وحده على أسرة أو على امرأة، حتى لو كان الأسرة دي معها أطفال. نظرة الرجل للمرأة في وجود الطفل كنظرة الشيطان. حذاري، وده دوركم أنتوا، ممنوع، 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 ممنوع. معايا؟ أنت مكشرة كده، افرديها. طيب، في أخلاقي ها في تواضع، في خفض الجناح، وفي تميز اللي من أخلاق صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن وكان القرآن يمسح على الأرض، دي متفقين عليها أعتقد. يعني
أن أكن دائم الابتسامة، أقعد مع الأطفال أضحك زي ما كنت بغني امبارح مع الولاد، عامل لهم صوت الحمار، صوت الجاموسة، صوت البقرة. تعرف تعمل كده؟ ما ينفعش. أنا كنت بروح جنوب السودان وبعمل لهم إيه إيه أودي، السنة اللي بعدها الولاد قابلوني إيه إيه أو، افتكروني بالإيه إيه أو، مش بهاني البنا بقى ولا 80 دولة ولا كده. كل بطيخ اللي مين اللي قاله؟ في الأخ اللي قال عليا بطيخ ده اللي قدمني بتاع البطيخ، لا لا البطيخ أنت، لا في واحد تاني اللي قدمني. مين اللي قدمني؟ أنت اللي قدمتني؟ أو سافر وعمل، ما افتكرش كل الكلام ده، كل الكلام ده اسمه فنكوش. قالوا انت ايه ايه او، قمت انا ضحك وانا في باكستان بيتكلموا اردو، الحته بتاع الكيبي كيس ساعه الفيضانات في 2010، مش عارفين نفك الناس، فخرجوا العيال قمت مقمق فضحكت العيال فالاب ضحك فالام ضحك فالمجتمع جاي يمقمق معايا. فاهمه يا اختي؟ اضحكي بالله عليك يا تضحكي. واخد بالك؟ أن أكون دائم الابتسامة والتلطف معهم، ليه؟ أنا بتلطف مع مديري. يعني لما يخش عليك الأخ ده تعالى هنا، مش أنت المدير؟ أوقفك هنا وأسلخ، أسلخه ولا؟ أنت هتهزر معايا؟ أما أخش معاه لأنه مدير بقى إيه بقى؟ صباح الخير يا سعادة البيه، صباح الفل. لكن لا هيبقى فيه. كان عندنا سكرتارية في بريطانيا ومتدخل المستشفى ودخل خلاص خلاص لسه ما سلختكش هاجي لك بعد كده، او دخل الشركة كل السكرتارية تعمل كده، شايفين الابتسامة دي وهي من جوه بتلعنه. شفت بقى؟ انا بخش في وجودي اقوى كل ما تلعنه. ايوه كده هجوزك، بيعرف حديث اهو، ده جزء من المهر بتاعه. تلطف معهم مقبلا عليهم، انا جاي فرحان ان انا جاي لكم، انا فرحان. شفت لما تكون انت رايح تزور حد قريبك ولا صاحبك ولا جارك ولا كذا وانت فرحان، يبقى كده اليتيم والارمله والمسكين دول يشعروا ان انت فرحان ان انت جاي بتزورهم، مش انت قرفان بقى وجاي لهم وعايز تخلص بالعافيه عشان تمشي. اوكي، اكون مهتم بيهم في الكلام وبحترمهم. نمر 11، قلنا احرق مشاعر الفقراء ازاي بقى؟ اول حاجه الكلام باللغات المختلفه، وان انا اخنف عبا ما نيجي نقعد مع الناس كده ونحب نطلع حاجه من بطننا كده، اصل واقول بقى مصطلحات عربيه وهم مش فاهمينها. طب بتقولها قدامهم ليه؟ دي ناس بسيطه، بتديني بق بالانجليزي ليه؟ تديني بق بالفرنساوي ليه؟ تديني بق بالالماني ليه؟ عشان تعمل فرق بينك وبين الراجل بيدفع لك مرتبك؟ حذاري، استعمل اللغه، استعمل المصطلحات اللي هم فاهمينها، لكل مقام مقال، صح ولا غلط؟ استعمل المصطلحات الغريبه، الزي اللي احنا بنلبسه، الزي البس اشير نظيف لكن رخيص، كنت انا غني جدا بس وانا رايح لهم ما اجرحهمش بحاجه بقى توب فاشن كده وحاجات من دي، ما ينفعش. كنا احنا قاعدين مره في 2011 في القاهره وقاعدين على النيل كده بقى وبنمخمخ، كان في مجموعه من الشباب كبيره مش 20 30 واحد بقى، شباب وشابات، وكان في منهم طبعا شابات كانوا مزركشين يعني لابسين الاكسسوارات والحاجات دي كلها وقاعدين يعني مبسوطين. فروح بس عايزين نروح بقى عشان نظبط نفسنا ورايحين شراتين وحلايب بكره. فهم ماشيين كده البنات، قلت لهم تعالوا هنا، بصوا لي قالوا قلت له ما ينفعش. شبشب بصباع وجلبيه باسدال عاديه جدا وتوكلوا على الله. كلهم قلعوا اللي عندهم وراحوا عاشوا دورهم وانجزوا. في واحد لغايه دلوقتي اسمها هوايد، ربنا يديها الصحه يعني، ومازال قاعده في الحتت دي كلها، منطقه غنيه جدا، كل المواد الطبيه والعقاقير الطبيه طالعه من المناطق دي كلها. بخش الكهف الريحه وحشه. انا مره اول زياره ليا لباكستان كنت عامل نفسي عنتر بقى، فاكر نفسي ان انا اللي ايه اللي هجيب الديب من ديله، رحت لقيت ديب ولقيت ديله. واخد بالك؟ وانا ماشي كده في الشارع في حته معينه كده كانت الريحه مش ممكن،
وقف بتاع العربيه والدنيا حر وكده مفيش فايده. فحسيت ان انا ضعيف. مره واحنا طالعين في رحله ثانيه كنا واخدين العربيه من كابول اللي هي عاصمه افغانستان لمظفر اباد اللي هي عاصمه كشمير في باكستان، يعني 16 17 ساعه. واحنا طالعين على الجبل وقفنا واحد راجل كبير في السن، هو وقفنا افتكرناه عايز ايه ياخد مننا قرشين ولا حاجه زي كده. فالاخ اللي كان معايا في العربيه نزل يديله 500 روبيه، فالراجل قال له ما كانش بيتكلم، كان اصم وابكى. ركب العربيه ريحته كانت لا تطاق على الاطلاق من العرق، ده بيدل على مدى معاناة الشخص ده، ويدل على ان احنا مش ليس لدينا القدرة على استيعاب حاجة هذا الشخص، لان مش قادرين نشم الريحة بتاعته، زي ما سيدنا عمر كان رافض انه يشم ريحة ايه؟ الطيب. فاحنا مش قادرين نشم الريحة دي. لكن الرجل ده وانا بتدور كده عشان ابص له ابتسم ابتسامة لم ارى مثلها من قبل ولا من بعد، ابتسامة الرضا والعرفان بالجميل. كان نفسي اتصور معاه بقى، وصلنا لحته كل ما يقول له ايه 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 لغايه ما وصلنا، ها لغايه ما وصلنا فوصلنا. فانا ابتديت اجري وراه عشان اتصور الصوره، ما لقيتوش، لقيته اختفى. الله اعلم هو مين كان، الله اعلم هو مين كان. ما احبش انا اخش في القصص الميستيكال دي والحاجات دي كلها، ده كان ملك، ده كان مش عارف ايه، المهم الله اعلم. بس ده معناه ايه؟ معناه ان انا ضعيف غير قادر على استيعاب رائحة وشكل من يدفع لي أجري. واضح يا شباب؟ التباهي باستعمال هاتف، أنا بقى عارف الهواتف دي وحبة سلوك أنا حطيتها في وداني وكذا، ودخل عليهم زي جيمس بوند وعلي بوند ومحمد بوند وخديجة بونج. تليفون تخش تقفله، حطه في جيبك وتحطه في العربية بره، وتقعد في الجلسه دي محترمهم في الفتره دي معينه لغايه ما تخلص. مش كل شويه تيجي مكالمه وحد يكلم بالانجليزي ولا الفرنساوي ولا كذا يا ابو فلان، لا النص ساعه دي ليهم، كانك داخل مع تقعد مع المدير بتاعك نص ساعه، ها مش هتخلي حد يخش عليك ولا يكلمك، صح ولا غلط؟ يبقى انت عايز تأدي المهمه قدام المدير، وهو المدير بتاعك، اليتيم ده هو المدير بتاعك، هو صاحب الشغل اللي انت بتشتغل معاه. هما بيتكلموا وما قطعش عليهم الحديث، طب استني، لا ده هو صاحب الشغل، لما المدير يتكلم بتقطع عليه الحديث؟ ها؟ تقطع عليه؟ ما تقطعيش، بتستني لما يخلص. لما المدير بيتكلم بتقطع عليه الحديث؟ لما ضيف كبير يجي لك مانح من اللي بيدينا؟ اتفضل يا بيه، ده انت زي القمر الليله، ده انت ليلتك فللي. هو ما يكونش فللي ولا اي حاجه، بس نفلله احنا ونفرش له ارض فورد له ومش عارف ايه وكذا 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 ايه الاخره. قال لي اقطع عليهم الحديث ومنهيش اللقاء فجاه، ابا انا ماشي. طب هم لسه مكملوش. وقال لي انا اللقاء فجاه، ما ارفعش صوتي عليهم. عارف ده يعني، وانا بتكلم كده منبعج ومتنخر، عارف مش عارف اللغه، انتوا بتتكلموا سوري لغه عربيه مش كده؟ سوري بتتكلموا عربي، طب الحمد لله هنعلمكم احنا عربي. السوريين دول ما عرفوش يتكلموا عربي خالص، البلدين في الدنيا دي بيتكلموا عربي صح. طبعا هي مصر ومصر. مش عاجبك ولا ايه؟ طبعا هي موريتانيا وسوريا. والباقي بقى فنكوش. انت مش من مصر انت كمان؟ انت من الفنكوش انت. ما نهيش اللقاء فجأة، ما ارفعش صوتي قدامه متباهي، لا أعد بما لا أستطيع تحقيقه أبدا أبدا أبدا، ما ارسم لهمش حلم وردي مش هيتحقق. أنا هروح بس ادوني شهر هجيب لكم المية واجيب لكم كذا وارجعكم بيوتكم واعمل لكم كذا، ما ينفعش، هيلعنوني ويلعنوا المؤسسة اللي مست ايه ب ب ب ب بعمل فيها. وكنا في الشان في سنة 1996 أو 97 بعد الحرب الأولى، وكنا عايزين نعمل مشروع في المدارس
حبينا نروح لوزارة التربية والتعليم بواسطة من نائب رئيس الوزراء. الرجل رفض، قال انتوا عرب كذابين، انتوا مدلسين، انتوا سب. قلت له ليه؟ لان جينا زيكم كتير وكل واحد فيهم ياخد الاحصائيات ويمشي ويديها ظهره. قلت له انا مش هوعدك ان هعمل حاجه، قال لي ومش هديك الاحصائيات عشان انت على اساسها تقدم مشروع وتجيب الايه الدعم عشان تعمل تبني المدارس. رجعنا نائب رئيس الوزراء فجاب لنا الكتب دي بتاعت الاحصائيات وعملنا الحمد لله عملنا المدارس صلحناها. تروح تعتعد بما لا تستطيع تحقيقه او ترسم حلم جميل عند طفل، انا هعمل لك ملعب كوره، انا هعمل لك جنينه، الواد يبقى فرحان، انا هجيب لك جزمه، انا هجيب لك كره تلعب بيها، وتروح تغيب مفيش. ما انت بتحطم نفسيته وبتخليه مرحله بعد مرحله بعد مرحله يبتعد عننا ويتطرف. اكون واقعي، انا بقرش وبقرش انا بس خلاص، انا ميزانيتي السنه دي 5000 دولار هعمل بيها كذا، لما ربنا يزود لي هجيب لكم، ما زودليش خلاص. واقعي وعملي. والنهارده انا جيت بخلال الشهر الجاي انا عندي برنامج هنفذه، فيقولني بعد شهر انا جيت، لكن الشهر ما بقاش سنه. حتى لو عبد الحليم حافظ غنى حافظ اغنيه، المدير لازم يحفظ كل الاغاني في يوم في شهر في سنه، خلص في يوم خلص في شهر ما تخلص في سنه يا مدير ما تعرفش. انا اعلمه يغني ده. دايما اكون مشجع ومحفز ليهم خاصه الاطفال، وخليهم يتطلعوا المستقبل. انت ليه ما تبقاش كذا، وانت ليه ما تبقاش كذا، وتجتهد خاصه لما يكون عندي اطفال زي احنا شفناهم امبارح دول وعندهم دراسه واحنا بنكفلهم بالك عشان ايه ينجزوا اكتر ويحصلوا اكتر وتعلموا اكتر. اكون ليهم بقى ايه طبيب، واكون اخصائي اجتماعي فاهم حالتهم الاجتماعيه، واكون معالج نفسي. شوف انا باهلني ازاي، انا عندي الحاجات دي كلها، واكون صديق واكون اخ واكون ناصح واكون مرشد. دي خصائص. انت طبعا بقول الكلام دي كنقاط، لكن هي موجوده لو كل واحده فيهم هتكتبوا تحتها 50 حاجه. ده في خصائص شخصيتك انت كعامله او كعامل في عمل انساني، لان انت مؤتمن على هذه المجموعه من الناس. شوف بقى مسؤوليتك قد ايه عظيمه. اوعى افرق بين حد وحد علشان صديق ولا قريب ولا صاحب مذهب بتاعي ولا من الجماعه بتاعتي ولا من القريه بتاعتي ولا كذا وكذا وكذا. حرام مجتمعيا حرام. انا بتكلم من الناحيه المجتمعيه مش من الناحيه الشرعيه. الناحيه الشرعيه شوف لكم شيخ يفتي فيها. انا بالنسبه لي حرام 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 من الفقه المجتمعي ان انا اروح لدول ما اسيب واسيب دول، والاثنين فقراء واثنين محتاجين. يعني احنا بقى افتكر في الشيشان جت واحده روسيه واقفه في الطابور بتاع الاضاحي، كنا بنعمل اضاحي زمان اللي هو السوسج اللي هو بيسموه ايه السجق ده بيسموه انتوا ايه؟ سجق نفس اللغه سجق. طب كويس. فالست بتقول انا عايزه، قلنا لها واقفه زي الناس ما بياخدوا. قالت انا اول مره اكل لحمه من 9 اشهر. ما كانتش مسلمه، لكن ده يعتبر فخر على كتفنا احنا، برغم ان كانت الحرب ما بين الشيشانيين اللي هم المسلمين والروس. النجاة بالحرب. وصلت الرسالة؟ وصلت الرسالة؟ أمهات وزوجات وكذا ما لهمش دعوة بالحرب. وصلت الرسالة؟ والتائبون التائبون رجعوا لله سبحانه وتعالى. وصلت الرسالة؟ نفرق مجتمعات مش هنبني دولة، مش هنبني وطن. وصلت الرسالة؟ في يوم من الايام هقعد مع اللي قتل ابويا. وصلت الرساله؟ بعد كده لما يكون في قانون هحاسبه. الكلام ده بيجي ايه؟ بيعمل مغص عند بعض الناس. وصلت الرساله؟ وصل المغص. وصل المغص ها؟ كركبت البطن. هتبني وطن لابد انك تعدي المرحله التشنج ومرحله العاطفه. عشان يكون في قانون. يكون في دوله. مش ممكن هتبني وطن وتاخد حقك من غير ما يكون في قانون، من غير ما يكون في دولة، حتى ولو جاي الحق ده ليك بعد 5 سنين او 10 سنين. لكن لو كل واحد فينا هيتشنج وكذا 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 مش هنعدي المرحلة دي، المرحلة فيما بعد.
حتى ولو كنا احنا عارفين ان انا اللي قتلت وانا اللي اغتصبت وانا كذا، لكن انا عايز ايه؟ يعني في كتير جدا ناس محطوطه اسمهم على قوائم معينه، ايه يعتز. شوف يا ابني، روح في بلاد معينه خد حكم محكمه انك بريء، علشان القضيه ما تكونش عالقه فيك وفي اولادك من بعد، لان القضاء بيسيب حاجات تبقى عالقه. شيل الحاجات دي بالقانون. وصلت الرساله؟ ها، وجع البطن في مغص دلوقتي؟ في مغص كلوي ولا مغص كبدي ولا مغص ايه؟ ولا مغص مصنع بغليظ؟ المهم، طيب انا قلتها دي خلصتها. كن في مهمتي حياديه فيها شفافيه موضوعيه عشان بلبي الحاجات الانسانيه للناس. وانا داخل اشتغل مع الناس دول لابد ان انا اعرف الثقافه بتاعتهم والقيم والعادات والتقاليد، ها، والاخلاقيات بتاعتهم والمفاتيح الاجتماعيه. يعني انت مثلا في 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 كل، انا اتخيل كده في بعض المناطق في سوريا دلوقتي في الداخل، مع كل حاره في مختار، مش مع كل محافظه في مختار. وانا في ليبيا في ديسمبر السنه اللي فاتت قال لك على راس كل شارع في مجموعه واقفه مسلحه، وكل واحد فيهم هو ايه بيسموه الجيت كيبر، او اللي معاه مفتاح الشارع ده، ده مفتاح الحي ده. وده في الصومال كنا بنقول عاملين ورشه عمل في 2014 2015، هو احنا بنتكلم على، قالت لا، على الجيت كيبرز هم اللي ماسكين مفاتيح الاحياء ده. قالت احنا في كل حته عندنا جيت كيبر اللي هو ماسك الايه الدخول والخروج في المنطقه دي. فلابد تعرف مين هم، سواء كان شيخ او سواء كان سلطان في القبائل او سواء كان رئيس قبيله او عشيره او الى اخره، او شخصيه عامه. فمش هتعرف، المفروض المؤسسه تعلمها لنا 6 أو 7 معايير انسانيه وطبقها في مدونات سلوك، في مدونات كده بمضي عليها اكون ايه داخل فيها، عشان ايه المانح يستطيع، المانح اللي هو الدوله يستطيع انه يديني ايه منح كبيره. نقول لبعضنا البعض احنا بنعمل ايه، لان المال مش مالي. قد يقرر مشروع في نفس الشارع او نفس الحاره او نفس الحي 3-4 مرات على نفس المستفيدين، لان مفيش تواصل بيننا وبين بعض. ده حرام، حرام شرعا وحرام مجتمعيا. المؤسسات الحكوميه مين اللي مديني التصريح والترخيص؟ حكومه. بغض النظر موقف الحكومه السياسي انت عاجبك ولا مش عاجبك، دي حاجه ثانيه، لكن اللي مديك الرخصه دي الحكومه. فهخبي على الحكومه ايه؟ لما هتخبي الامن هيجي يقفلك او هيسجنك او هيشردك او حي ايه؟ لان انت مش قايل لهم بشفافيه انت بتعمل ايه؟ مؤسسات رجال الاعمال، انا عايز ايه؟ عايز اخد فلوس من رجال الاعمال الاغنياء دول، لابد انفتح عليهم عشان يعرفوا انا مين ويبتدوا يثقوا فيا. المؤسسات الاعلاميه عشان ما يهاجمونيش، صح ولا غلط؟ المؤسسات التشريعيه اللي في الدوله، مؤسسات الدوله نفسها. خبيش هخبي عليهم ليه؟ انا جزء من نسيج الدوله دي اللي واخد ترخيص من الدوله اللي هي سمحت لي بالعمل. المؤسسات الدوليه اللي حواليا، انا عايز احضر مجالس تنسيق سواء كانت في غازي عنتاب او في اسطنبول او في اورفا او الى اخره عشان يعرفوك. الحكومه المضيفه، انا دلوقتي مش في بلدي، انا في بلد ثانيه واخد رخصه من الحكومه، انا مستضيفاني، هخبي عليها ليه؟ لان هي سحبت الرخصه بالنسبه لنا. ان اؤمن ببناء الشراكات. دلوقتي ما فيش اي مؤسسه مهما عظمت تستطيع انها تحل مشكله قريه لوحدها، ناهيك عن مدينه، ناهيك عن وطن، ناهيك 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 ناهيك. الشراكات، تحالفات، تكتلات الانسانيه. ان اؤمن بمبدا المناصره، المناصره بنسميها بالانجليزي ادفوكاسي، بالرغم من ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر في القران 3 مرات ولا يحض، الحد هو الادفوكاسي في وجهه نظري انا، ولا يحض على ايه؟ مين في حد فيكم شرعي هنا؟ تعال بقى، انا في جنبي بقى علقت. ها طيب، اقرا لنا كده الصوره وهتفسرها لنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحاضون على طعام بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون
على طعام المسكين. تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. طيب ده في في سورة تانية اسمها الماعون. الماعون. أرأيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. طيب ما معنى ما الذي يكذب بالدين؟ الذي يكذب طبعا هنا الذي يكذب بالدين أي الدين اللي هو الإسلام. طيب. الذي نعتقده. يعني إيه تكذيب بالدين؟ تكذيب الدين يكذب الله ورسوله يعني هو ولا يؤمن به. هو اللي بيعمل ايه بقى؟ هو الذي يعني هو هنا يعني كأن الله سبحانه وتعالى عبر بقضية تكذيب الدين بتفصيلات اللي هي الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فكأنها من صلب ديننا هذه الأشياء. طيب جزاكم الله خير، شكرا يا مولانا. الله يبارك. قوموا لصلاتكم، ارحمنا وارحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، يلا إقامة الصلاة. خد بالك شوف شوف الميزان. طب خلاص انت دايما انا خلصت يعني هخلص وبعد ما كان الاسئله بعد بعد بريك. شوف ربنا سبحانه وتعالى بعدله حط في الميزان في الكفه اليمين ها اللي هو التكذيب بالدين في يوم قيامه كذا كذا كذا، وفي الكفه الثانيه مثل لنا امرين. الامر الاول اننا نتعامل مع اليتيم معاملة سيئة، يدعو اليتيم، والتانية اللي أخطر منها لا يحض على طعام المسكين، يعني لا يفتأ ولا يكل ولا يمل من إشاعة حاجة المسكين. الذي لا يعمل هذا هو الذي يكذب بالدين. واخدين بالكم يا شباب؟ واحنا بنتكلم على الادفوكاسي وعلى المناصره وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، ها ان احنا ما عندناش في مؤسستنا او قسم من المناصره او قسم من الابحاث او قسم ايه لكل هذه الاشياء. البحث العلمي انا قلته، استدامه العمل بالك، وتمكين المجتمعات المهمشه الى اخره. المال اللي معانا مال علشان نبني بيه مجتمع، مش عشان ناكل بيه بشر. واضح؟ هختم بدي عشان بس البريك بتاعك اخ اسامه. المال اللي معانا مال، خفتي ولا ايه؟ كشت. اقولها تاني؟ بخ بخ، ما تخاف يا ابني ويا امي. المال اللي معانا مال، نحن مؤتمنين بيه على ان جزء منه ناكل بيه الناس ونطبب بيه الناس، والجزء الاخر نبني بيه مجتمع، نبني بيه قدرات البشر، نمكن بيه المجتمع لكي لا يصبح هذا المجتمع دائما مستجدي ويمد ايده وتكون ايده هي اليد السفلى. لابد ان احول اليد السفلى للفقير بماله وبعمل الاجراء عنده من امثالي الى ان يصبح هو معطاء وتصبح هي معطاءة. يبقى المال اللي انا باخده لابد يكون في ذهننا كده، جزء منه بخرجهم من الحالة الإغاثية اللي هم فيها، والجزء الآخر ببني لهم مجتمع يستطيعوا هم ان يقودونه او يقودوه. واضح يا شباب؟ كل هذه مجرد نقاط، لكن هي دي من خصائص شخصية العامل الإنساني في المجتمع، سواء كان في الكوارث أو في مؤسسات المجتمع المدني أو في المناطق اللي فيها صراعات وحروب إلى آخره إلى آخره. طبعا احنا ناخد دلوقتي يعني إيه بالإنجليزي بريك، يعني إيه راحة 10 دقايق. هات التلفزيون، وقف التلفزيون بتاع بي بي سي اللي هنا وبتاع السي إن إن هنا، واخد بالك؟ وهنرجع بعد 10 دقايق نكمل أسئلة وأجوبة. وفي الأسئلة وأجوبة اسألوا ما شئتم، سؤال تحت الحزام، سؤال فوق الحزام، سؤال في القفا، سؤال في الراس، سؤال بالضرب العصاية، مفيش حدود للسؤال، ها مفيش اي حرج في السؤال. خلاص خلاص.
يلا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حدش يسقف. تسقفوا السقف معلش. بس وقف بس. عملت شير؟ عملت شير؟ يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع مرة أخرى لأسئلتكم وتعليقاتكم. في المرحلة الأولى الساعة أو الساعة الربع الأولانية اتكلمنا عن الخصائص أو شخصية عامل إنساني، فدلوقتي عايزين منكم الأسئلة أو التعليقات. تفضلوا. تفضل تعال عشان الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. نشكرك دكتور هاني على هذه المعلومات القيمة. في معلومة ممكن نستفيد منها، أنه أثناء الزيارة المجتمعية موضوع التوثيق والتصوير، يا ريت تعطينا بعض النصائح في موضوع التوثيق والتصوير. طيب جزاكم الله خير. سؤال تاني من الأخوات، جاهزين ولا لسه؟ لسه. طيب سؤال تاني من الإخوة عشان ناخد سؤالين ثلاثة مع بعض. توثيق لسه ما سخنتوش؟ طيب التوثيق لابد ما التوثيق والتصوير. التصوير بالذات لابد يكون فيه اخلاقيات. حذاري ان نهين المحتاج ونستعمله كسلعه. الفلوس في ايديه، الصور قدام كده، عشان الشعار، عشان عشان عشان. فلكل مهنه اخلاقيات، واعتقد في ناس حطوا فيها اخلاقيات كثيره جدا لابد ان نلتزم بيها. حتى ولو كان المتبرع ضغط عليك، قول له انا بتعامل مع بشر وانا عندي اخلاقيات، ودي مهنيه التصوير بتاعي. مهنيه التصوير بتاعي ان انا لا اجرح المحتاج واجعلهم كده واقفين وكل واحد في ايده شنطه وكل واحد لا انا ممكن اقول ان حوزع الامور دي على الناس كلها، بس ما اجرحش ايه كرامه الناس والنساء بالذات. يعني تبقى هي واقفه مكسوفه انها بمد ايدها، كسرت عين وكسرت قلب وكسرت روح وكسرت نفس. فاعتقد ان انا ارجعك لفي ناس كتبوا في الاخلاقيات التصوير وحطها كسياسة وبعتها لكل المانحين. قولوا انا لا اختلف عن هذا المحتاج، ارملة او يتيم او كذا، انا حوثق لك. والتوثيق لمعايير، ابدأ من حيث انتهى الاخرين. يعني انا ليه العالم غير الاسلامي تقدم عننا، دخل في كل هذه الاخطاء واحرج الناس. انا كنت فاكر في الثمانينات كان في حاجه اسمها طفل الاوكسفام. طفل معناه ايه؟ يروحوا قريه في افريقيا يلاقوا فيها طفل هيموت، يصوروه يعملوا منه عمل اعلامي، يجمعوا فيه مليون وخمسه وعشره وعشرين، وعلمونا ازاي هم كانوا بيعملوها. كان في واحد تاني مصور فرنساوي، فاكرين لما صور الطفل اللي بيموت والنسر او الصقر كان جاي ياكله، الراجل ده انتحر لان حس انه ما عندوش اخلاق، ترك الطفل ده ياكله الصقر او النسر او الى اخره. فشوف الناس دول عملوا ايه وسبقونا. لابد احنا نبدا من حيث انتهوا هم. مش عيب ان انا اعمل لي معايير، معايير في التوثيق ومعايير في التصوير ومعايير. انا مره من المرات وانا في البانيا قعدت مع الشيخ هناك وصورته وانا بديله الدولارات. انا لما بصيت للصوره دي بعدها ب 10 سنين انا كنت يعني بصف عن نفسي ان انا كنت قليل الادب. انا بقول لك كنت قليل الادب وما عنديش اخلاق. انا شخصيا انا من حقي ان انا اشتم نفسي ولا انت مالك؟ انت هجوزك برضك، بس من حقي ان انا اشتم نفسي. خدت بالك؟ فشوف للمعايير بتاع التوثيق والمعايير بتاع التصوير. والاساس المعايير دي اللي هو العمود الفقري بتاعها هو احترام كينونه المحتاج. ده الاساس، وكل يلف حوالين الاحترام والتقدير لهذا الشخص. ويتعلم المتبرع، ولو متبرع بيصير يقول جزاكم الله خير. الرزق مش بايدك، الرزق بايد ربنا. لو الباب ده اتقفل لي باب من عندك، ربنا هيفتح لي 20 باب. لان في ناس شفت بعض الاطفال جايين مش عايزين يتصوروا واحنا بنجبرهم، مش عايزين يضحكوا واحنا بنجبرهم. بعض النساء بتبقى مستخبيه وبعض الرجال تبقى مستحيه،
واحنا بنحط عليهم الضغط النفسي ده. فاخلاقيات التصوير مفروض ايه نحطها كسياسة. حال تاني، انا مش عايز اغني تاني، انا غنيت مرة واحدة من احمد عدوية للشربية. ها معقولة؟ في اخت رفعت ايدها؟ مفيش. طب تعال انت، في الاخ اللي رفع ايدها، تعال اتفضل. ضروري الا التصوير يعني؟ اه لازم، ما ده التوثيق. هذا ضغط يعني. الله يعطيك العافية جميعا. من خلال السيرة الطويلة المباركة، موقفين، موقف مؤثر تذكره وموقف كان صعب بالعمل الإنساني الاجتماعي. هو المواقف المؤثرة كثيرة جدا. أولها في البوسنة في 93 و94، بنت عندها 4 سنين اغتصبت، وكان المقالة عنها البنت التي جريمتها أنها مسلمة، كانت في الجارديان في مارس 1995 اغتصبت، خدوها هي أمها وبنتها واختها، سوري وبنتها، كان اختها صغيرة عندها سنة والام عندها حوالي 20 أو 19 سنة، والبنت دي عندها 4 سنين. خدوا امها حدث ولا حرج 6-7 في اليوم، كانوا بدوهم اقراص، حتى الرجل كان يغتصب النساء 5-6 مرات، يعني من قدرة الرجل ما يقدرش يعمل عملية جنسية اكتر مرة او مرتين في اليوم، ده 6-7 مرات. لدرجة انه في القصة اللي ذكرتها الكاتبة الانجليزية، قال انه بعد ما عملوا فيها اللي عملوه ده قطعوا جزء من ايه؟ من صدرها. ده الكلام ده انا قريه، مش قريه من واحدة مش مسلمة. قالت لهم فين بنتي؟ قالوا خرجي في الغرفة اللي هناك دي. دخلت على الغرفة التانية لقت البنت ممددة ومغمى عليها، والرغاوة خارجة من بقها وفخدها متعرية ودم وكذا وكذا وكذا. فطبعا الام نسيت ايه اللي حصل لها، نسيت ايه اللي حصل لها، وخدت بنتها دارت عليها حبه ماء، فالبنت كانت لسه عايشه. فلما انتقلوا من المكان اللي هم فيه وخرجوا من المعسكر ده وراحوا تزلة، فالبنت مش عارفه تتبول وتتبرز بطريقه ايه سليمه. فلما كشفوا عليها لها متهتكه من الداخل، ايه يا بنتي اللي حصل لك؟ قالت لهم كان فيها بابا يا ماما واحد راجل كبير كده وحط ايده على راسي. ده اللي هي فهمته، ما عرفتش هو عمل فيها ايه. دي واحدة. طبعا زوج الام ابوهم قتل وجدهم قتل، 8 من العيلة اتقتلوا او اتذبحوا. يعني دي حاجة من الحاجات اللي احنا شفناها. الحاجة التانية بالنسبة للقضية السورية اللي هم الاطفال التلج، انا كنت مسميهم فروزن تشيلدرن، اللي تلجوا في لبنان وماتوا، تلجوا في لبنان وماتوا كذا طفل. الرابعة اللي هي أو الثالثة اللي هو الأولاد اللي خلوا أولاد الشواطئ اللي هم رماهم البحر إلى آخره. مخبرتك فبتتكلم، دي بتتكلم عن دي مقاسي جرافيك يعني لها وصف، لكن ده مش هيخليني أحبط على جثتي إن أنا أحبط أبدا، حتى ولو عملوا في 100 بنت زي كده. انا هروح للبنت 101 عشان انقذها، للبنت رقم 200 عشان انقذها، حتى لو مات 100 طفل و200 طفل مبتلجين همشي على الاطفال الباقيين عشان انقذهم. مش هبقى ابص اللي حصل ايه، اللي حصل خلاص حصل انتهى، ده الحاجه اللي احنا عايزين نخرج منها، اللي حصل ده انتهى، لابد اوقف هذا الحدث ان يحدث لمن بعدهم من الاطفال ومن النساء والشيوخ الى اخره. انا قصدي موقف معك وليس معي. ما هو الاولاني معي، الاولاني ده انا ما كنتش بنام الليل، يعني احنا كنا في قضيه البوسنه ما كناش بننام، وكان الادرينالين يعلى علينا بالليل الساعه 1 أو 2 ونطلع، يعني بقى الشاب في صرايفه ومش عارف يجيب فلوس، عايز 3000 دولار و5000 دولار. موقف اخر في قضيه جنوب السودان، كنا مقدمين على منحه عشان نشتغل في المناطق اللي هي ما فيهاش مسلمين، وللاسف اتغيرت المنحه برغم ان كان في تشارك قوي جدا مع المجتمع اللي في جنوب السودان، وادونا المنحه لمنطقه فيها مسلمين. انا بكيت، لكن هدفي
ان نعمل في هذه المناطق في جنوب السودان اللي هي اما وثنيين الغالبيه او مسيحيين. اخبرتك. فالامر الثالث اللي احنا في مسيرتنا في الاغاثه الاسلاميه او في اي عمل ثاني احنا كنا هنقفل 2013 واحنا في المنتدى الانساني كانش عندنا ميزانيه. انت بتتكلم السنه اللي فاتت 20 مليون انا ما كانش عندي 10 جنيه او 50 جنيه او 1000 جنيه امشي بيها المؤسسه في 2013 في 2000 وكام و13 قلنا خلاص هنقفل المنتدى الانساني. والاخر ربنا اكرمنا بجمعيه وجمعيتين ادونا مبلغ فيحيي العظام وهي رميم. يبقى عشان دي بس ايه تخرج الكبوه الى انجاز. في اكتوبر 2013 كان في اجتماع في اسطنبول في اسطنبول الامم المتحده وكنت انا بتكلم فيه. فجت لي واحده من الامم المتحده مصريه قالت لي انت فلان فلان. قلت لها قالت لي انا يا سلام بقى لي مده عايز اتعرف عليك. قلت لها وانا بقى لي مده عايز اتعرف عليك. انا ما اعرفهاش طبعا. تلاكت الارواح. مين اللي قال الكلمه دي؟ العريس اللي عايز يتجوز النبي تجوزوه ده بقى وتريحونا منه. ادوه الاخت تقفل عليه الباب زي بنت سعيد بن المسيب. عارفين سعيد بن المسيب بالزوجه بنته عملت ايه؟ نعم. ايه ده؟ يا ابني خلاص انت اتعرفت وهيجي لك مهرك في البيت. هديك الشبكه والمهر ونعمل لك فرح ونجو... لا ورديه حقيقيه. لا لا ده حاله حقيقيه. المهم هو ايه؟ كان واقعي. حاضر يا سيدي. المهم سعيد بن المسيب رحمه الله عليه افتقد هذا التلميذ. فزوجته كانت ماتت. فجه يحضر الحلقه فقال له مالك اتغيبت؟ قال له زوجتي ماتت. قال له خلاص الليله هتنام ايه؟ يعني في حضن عروسه. مين العروسه دي؟ بنته. طب انا لا معايا مهر ولا بيتي في كذا ولا في عفش ولا في بتحب من في الفرح عندكم ولا عندي مقلوبه ولا عندي ايه بتعملوا ايه في العفان؟ ما تقولوا بتعملوا ايه عشان تجيبوا العروسه في البيت؟ كبسه اكل العروسه كبسه ليله الدخله. المهم يهديك يرضيك. المهم واخد بالك. فالراجل رجع بيته وقال لك بقى سعيد بن المسيب يمكن حصل له حاجه يعني. وهو قاعد كده في البيت لقى عبد يخبط عليه. قال له مين؟ قال له انا سعيد. مش عارف بقى مين سعيد. فتح الباب. سعيد بن المسيب استاذي. قال له هذه زوجتك. اديها له. طبعا الراجل حيرلتم وما عندوش حاجه في البيت خالص. طلع على السطح يقول يا ام فلانه الحقوني. فجم الستات طبعا هم اللي ظبطوا كل حاجه وخرجوا من البيت لمده 3 أيام لغايه ما ظبطوا العروسه وظبطوا البيت وجابوا ايه؟ جابوه بعد كده. عم يحكي من الدكتور هاني بيدق عليه الباب كان. بس انا مش سعيد بن المسيب يا ابني. وفاطمه مش بنتي. عندي فاطمه بس بنتي اتجوزت الحمد لله. واخد بالك؟ فالمهم بقى تاني يوم بقى تالت يوم بقى من الدخله عايز يخرج بقى يروح يسأل مع ابوها. قلت له راح فين؟ قلت له راح فين؟ تعالى هنا يا جدعان تعالى هنا. خارج فين؟ لا اسمع ابوك. قلت له اقعد اللي ابوي هيقولوا لك انا هقوله لك. حبسته شهر. تعلمه. وافقت على الجواز؟ بده حبس سنه. سنه؟ يلا. كان السؤال ايه؟ موقف. ها؟ حكيت انه وحده على الامم المتحده هي. وحده قالت انا ابحث عنك. اتعرفت عليها. وكان عندنا احنا مؤتمر عاملينه في العمان وكان تحت رعايه الامير الحسن بن طلال ربنا يكرمه يعني. قلت لها تعالوا كلموا. يناير. فهي قالت لي في الوقت ده ايه؟ في مؤتمر قمه انساني اقر من شهر. اقروا بان كي مون هيتعمل في 2016. كنا احنا 2013 ل 2016. خلاص تعالوا في المؤتمر بتاعنا وكده. فالحمد لله رعايه الامير الحسن لينا خلت كل الناس تيجي خاصه الناس الايه اللي هم اصحاب القرار في الامم المتحده. وفي تاني امير تاني من السعوديه اسمه مش الوليد اخو الوليد اسمه كان عامل حاجه لسوريا. لا لا في اخ تاني لا مش خالد. خالد لا طلال ابن اخو الوليد بن طلال. اخو الوليد بن طلال. مش عارف كان اسمه طلال ولا اسمه ايه. كان ليه اسم تاني. فجم اميرين. فده خلى كتير جدا من الجماعه الرسميين يحضروا. هو كان الله سبحانه وتعالى بهذا الحدث حول اغلاق المؤسسه في 2013
الى انماء المؤسسه في اقل من 6 اشهر. هم جم كاتبين في البرزنتيشن بتاعتهم المنتدى الانساني يساعدنا في منطقه الشرق الاوسط في شمال افريقيا. انا كنت واخد بالي. واحد بيقول لي بص، قلت له بص عليه، قال لي بص اسمنا اهو الامم المتحده عايزه كده. فبراير يا جماعه ده بقى قصه حقيقيه بذكرها ليه عشان ما حدش فيكم يحبط. سامعين؟ سعيد بن المسيب، بنت سعيد بن المسيب، الواد الخائب اللي اتجوز ده مش عارف كان اسمه ايه حد. ابو وداع. ابن وداع. ايوه. ابن وداع. واخد بالك؟ انت عايز تبقى زيه؟ ابو وداع؟ اه؟ يعني جزاه الله اكرم. انت متجوز؟ لا. اه طب ما خلاص هو واحد تاني. اوف اوف يا ابني. المهم في فبراير لفيت 12 دولة عشان اعلن عن المؤتمر القمة الانساني اللي هيحصل بعد سنتين. كل المجامعات يا عم ده لسه بدري، يا عم ده لسه بدري، يا عم ده لسه بدري. اقول لهم بدري ايه؟ الناس قرروا لو مش هتخشوا المطبخ دلوقتي مش هيكون لكم مكان في 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 الطبخ هناك. في ابريل او في مايو 2014 كنا عاملين لقاء هنا، هو حضره 45 جمعيه تقريبا بما فيهم الامم المتحده. فاحنا الامم المتحده لا خلاص انتوا بقى ليكم منطقه الشرق الاوسط ومنطقه شمال افريقيا. انا قلت لهم لا، احنا نمثل العالم الاسلامي واحنا معانا ايه؟ بح. معانا ايه؟ بح. يعني ما فيش. فانا طبعا بكلم الشباب اللي انا كنت بشتغل معاهم في المنتدى وبقول له يا طارق، طارق ده من المقدس، من بيت المقدسي يعني. قال لي ايه يا دوك؟ قلت له احنا دلوقتي عايزين نعمل 50 ورشه عمل في 50 دوله، تعرف عمل فيها ايه؟ السلام عليكم، ساب الاوضه ومشي. لان عارف ان من 6 اشهر ما كانش فيه ولا مليم. قلت له تعالى هنا. قال لي يا دوك يعني هنجيب فلوس منين؟ قلت له انت مالك؟ عملنا 39 ورشه في 36 دوله في اقل من سنه ونص. دي قصه انا بقولها عشان بقول لك مفيش حدود للنجاح لو انت خرجت نفسك من الكبوه. لو قعدت في الكبوه وتقول كذا وكذا واللي حصل كذا معنا مش هنشتغل. كنا هنقفل 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 يعني. كان اجتماع كل اسبوعين مع المجلس الامناء. لان في ناس فيهم مش مسلمين وليهم حيثيه كبيره جدا في المجتمع البريطاني وخايفين على انهم يكونوا بيشتغلوا في مؤسسه فلست. الى ان في 2014 و15 و16 لكن في بعض الجمعيات كانت بتقول ايه؟ ده مؤتمر القمه الانسانيه اللي عملناه المؤتمر الانساني. معايا؟ كفايه الامثله دي؟ طيب نروح للاخوات. ان كنا ايوه بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يستطيع المتطوع في العمل الإنساني عندما يدخل إلى أسرة بمهمة التوعية الصحية أو التوعية الأسرية على الرغم من أن العائلة مثلا بحاجة إلى الإغاثة المادية أو الطعام أو إلى آخره، كيف يستطيع؟ أكيد في تفاوت في الثقافات والتفكير، سيبدأون بمطالبته بالإغاثة، كيف يستطيع أن يمتص هذه اللوم أو العتب وإيصال يعني إتمام مهمته دون التجريح أو دون توثيق أو دون يعني أن يؤلمه الضمير؟ وكيف أكيد عندما يخرج يعني لم يستطع أن يعطيهم الإغاثة، عندما يخرج أيضا ستكون له آثار نفسية سلبية عليه لتأنيب الضمير وهيجان العاطفة اتجاه هذه الأسرة، كيف يستطيع أن يخرج منها سالما ويحاول تقديم مساعدة لها؟ هو المشكلة أن الجمعية تكون عاملة دراسة حالة قبل اي حد ما يروح، وكل اسره حاله مختلفه. مفيش حاجه اسمها بالانجليزي وان سايز فيتس اول، يعني الجلابيه انت هتلبسيها وانت بنتك هتلبسها، لا كل واحد ليه مقاس على قده. فلابد الجمعيه تعمل دراسه حاله لكل اسره هتشتغل معاها، سواء كان في عمل اقتصادي، سواء كان في عمل اجتماعي، سواء كان في عمل تربوي، سواء كان في عمل صحي، سواء كان في عمل توعوي الى اخره. بحيث لما يروح الشخص المتخصص يبقى عارف الخلفيات دي كلها قبل ما يروح او متخصصه. ما تروحيش انت كده يعني بدون وعي وبدون علم وبدون معرفه وبدون ادراك هتصابي بالاحباط ده. لانه المشكله انه
يعني المشكلة إنه لما في حالة تصير مثلاً هون في مدينتنا إنه لما يمشوا وين سوريين أشرون على البيت هذا سوري هذا سوري هذا سوري ما قام يعني يكون في إحصائية أو يكون سؤال قبل الدراسة. ما حتى لما يروح هناك يروح بغرض الدراسة. يعني أنت قبل ما تخش في موضوع معين ده أنا بقوله، يعني أنت دلوقتي نزلت في حي من الأحياء، الحي ده فيه 20 أسرة، أنت أول خطوة بتعمليها بتقعد مع كل أسرة من الأسر دي كلها تشوف هم عايزين إيه، احتياجاتهم إيه، قبل ما تقولي أنت عايزة تعملي إيه. العملية ما بتنفعش من فوق لتحت. أنا عندي مثلا حبة مثلا في لبنان ساعة الاجتياح في 2006 في بعض المؤسسات الدولية جابت لحمة خنزير معلبات ومش عارفين ان صيدا كلها مسلمين والجنوب كله مسلمين، ساعة كان شيعة وسنة مش مشكلة. فلما جت دي كانت فضيحة. صحيح لبنان فيها مسيحيين وفيها 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 بياكلوا اللي هو الخنزير الى اخره، لكن انت بتشتغل في منطقة 100% فيها مسلمين، فكان مفروض على المؤسسة دي قبل ما تخش هناك تعرف الحي اللي هتحزع فيه اللحوم دي مين اللي بيسكن فيه. فلذلك انت مسؤولية مين؟ مسؤولية أسامة بيعمل ناس اخصائيين اجتماعيين بينزلوا يمسحوا الارض اللي بسميها needs assessment. needs assessment ده قبل انت بتعملي اي شيء، قبل ما تعدي باي شيء، قبل ما تعملي اي مشروع او اي فكرة. واخد بالك؟ انا عندي في الحي ده 20 اسرة، في الحي ده 5 اسر، في الحي ده 7 اسر، الحي ده في كل اغلب الاسر كلها نساء معيلات ومعهم اطفال، الحي ده في زوج معاق ومعاه اسرة الى اخره الى اخره. بعد كده هو بتنزلي احتياجات كل أسرة في اللي هو اللي بسموه ايه التشارتس بسموه ايه القوائم. هتلاقي الصحية فيها كم أسرة عايزة صحية، الاجتماعية فيها كم أسرة عايزة اجتماعية، التربية الأطفال اللي كذا اللي كذا كذا. بعد كده بتحددي بقى الأسرة دي مرة تانية وتقول لهم أنا حاجة أتكلم معاكم في الناحية الصحية. لكن نروح دون معرفة احتياجات الأسرة هتصابي باللي انت بتقولي عليه دلوقتي. جزاك الله خير، ربنا يكرمك، تفضل. انا هشك فيك بقى بالله عليك الليله، يعني زي ما سعيد بن سعد تعالى يا ابن تعالى ده عليه حظر اصلا سنه خلاص. لا حصل. واللي جنبه ده كمان واللي جنبه كمان يلا. لا انت متجوز انا عارفك، انت بقيت معايا امبارح متجوز. اتفضل اتفضل. بدايه جزاك الله تعالى خير، تكلمتم عن عدم التمييز خاصة موضوع الإغاثة بين فئات المجتمع يعني. لكن أحيانا تكون الجمعية يعني مرتبطة بالداعم، مثلا يعطيها قسم معين كراتيب معين أو مبلغ مال، فهي مقيدة بهذا المبلغ وتكون الحاجة أكبر من هذا المبلغ. فكيف مش فاهم هذا الموضوع؟ مثلا أعطاهم مبلغ وحاجة الحي الموجودة فيه الجمعية أو مسؤولة عنه أكبر يعني تفوق المبلغ الموجود هون، مثلا أنت راح تعطي للفقراء في كمان ايضا يستحقون ان يعطوا لكن لا يوجد. هذا امر. الامر الثاني، مثلا نحن في تركيا بعض الفقراء الاتراك تحسون هذا يعني يوزع في الحي السوريين فقراء، ونفس الحي يوجد فقراء اتراك قد يكون اكثر حاجه. فيعني انا احيانا موجودين نحن بينهم بتكلموا بالتركي طبعا، فكثير مستعين هالامر يعني بيشتموا على السوريين وبيشتموا على الداعمين وبيشتموا على قطر والسعوديه اللي داعمين هالامر. جزاك الله خير. كويس. طبعا الموضوع ده موضوع قديم وجديد في نفس الوقت، واخد بالك؟ واحنا ما بنشتمش في اي حد، واخد بالك؟ كلنا كل المانحين يعني ربنا يكرمهم ويبارك فيهم وجزاهم الله خير على خيراتهم. موضوع ان انت لابد ان تعطي الفقير في الحي اللي هو مش لاجئ ومش نازح، ده الموضوع ده بدأ من اكتر من 20 سنة او 30 سنة. ليه؟ لان المجتمع المضيف بدأ يكون طارد للاجئ والنازح، فلابد انت في سياستك تعمل جزء خدمات لهذا المجتمع المضيف. يعني مثلا في دارفور في 2002 و2003 و2004 النازحين سودانيين مش سوريين، خلاص، وده سوداني وده سوداني والاثنين من دارفور، قعدوا في المدارس بتاعت الأولاد اللي هم في المدن اللي هم نزحوا إليها الناس الآخرين اللي هم أصلا من دارفور. جه العام الدراسي يبدأ ما فتحش، بدأ يحصل فيه ململة، فاضطرينا نحن عشان نفرغ كل هذه المدارس نعمل مخيمات للنازحين في الخارج ونعطي جزء من الميزانية مشروطة لأهل البلد.
الأمر ده حصل في أفغانستان في 2001 لما الأفغان العاديين فقراء، فلاقوا إن أي حد بيكون تحت خيمة الأمم المتحدة بتحطه عشان تديله فلوس تديله حصة، فكل عيلة خرجت من بيتها وحطت نفسها تحت خيمة عشان تستفيد. فأنت في سياستك لابد الحي اللي أنت قاعد فيه أنت 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 لابد توفر هذا، وإلا هتصل لإيه اللي أنت وصلت إليه دلوقتي في سياسة المؤسسة وحتى سياسة المانح اللي بديك. تقول له الحي ده فيه 100 أسرة سورية لاجئة أو نازحة وفي 50 أسرة مستفيدة، فأنت تعمل جزء من الكل. دي نمرة واحدة. الأمر الثاني عن في الصومال كان مجموعة اسمها الشباب كانت بترفض تاخد أي مساعدة لجزء من الحي، يقول له تجيب فلوس الحي كله يا ما تجيبش حاجة. فأنت بالتالي تقول للمانع بتاعك أنا الشريحة بتاعتي اللي هشتغل عليها في قرية معينة فيها 1000 إيه مستفيد، ما أقدرش أوزع 500 حصة، ما أقدرش أوزع إلا 1000 حصة، حتى لو قللت كمية اللي هتوزعها. يعني أنت مثلا ما توزع مثلا حصة فيها 40 كيلو، اعمل حصة فيها 20 كيلو بحيث إن الإيه تستوعب الكل، خدت بالك؟ وهكذا. فأنت بالتالي تكنيكالي وميكانيكالي أنت اللي بتحاول تظبطها من داخل فهمك للمجتمع اللي بتشتغل معاه فيه. في مناطق أخرى لازم المختار بتعدي عليه حصة. معايا؟ ما هو مختار. لا ما هو اسمه. فأنت إيه يعني بتطلع حاجة كده بسيطة. هدية. مؤلفة قلوبهم والعاملين عليها إلى آخره إلى آخره. فما تنظر لمثل هذه الأمور يعني لان شايف الخير داخل خارج وهو عايز خير هو كمان ان هو اللي بيحمي الموضوع دي كلها، فالتوازنات دي كلها اخبرك عشان يسر عليك ايصال المساعدات لكل الناس. انا بس اذكر الموضوع ده انا ذكرته امس ولا اول امس لما كنت في بغداد، مش بغداد في الباص في العاصمه هنا اسمها انا مخ مع العراقيين اسطنبول مع العراقيين. الشيخ فيصل موري رحمه الله عليه افتى وغيره ان انا ممكن اصرف نص المال لكي يصل نص المال للمحتاج، لان في مناطق صعب الناس تروح فيها ومحدش بيرفض ومحدش عايز يشتغل فيها، فتكلفه العمل فيها صعب غاليه عاليه جدا، اما مناطق صراعات او مناطق فيضانات او مناطق براكين او مناطق فوق الجبال. يعني مثلا لما حصل في 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 شتاء 2001 والحرب في افغانستان كنا بنضطر اننا نطلع المواد الاغاثيه على ظهر الحمير، كل حمار كان بيشيل له 20 كيلو او 50 كيلو، فتخيل بقى انت عايز تطلع 500 كيلو لقريه او كذا على الجبل، كم حمار طالع وناس، ده بتكلفه، غير انك بتجيب الحاجات دي من العاصمه للقريه دي بشاحنه، شوف التكلفه تبقى شكلها ايه، الحمار له تكلفه واخد بالك، وهكذا والوقت الى اخره. مثلا في دارفور لما تجيب المواد الاغاثيه بتاعتك وصلت بور السودان، ما بين بور السودان ودارفور في يعني 1000 كيلو او 2000 كيلو وطرق فيها مش معبده، تعملها ازاي؟ لا في تكلفه عاليه جدا. لما تكون في الحرب ما بين الشمال والجنوب في السودان كان بيضطر نعمل اسقاط جوي، لان لما بتنزل موسم الامطار بيتقفل المناطق دي كلها عشان ما فيش طرق لمده 6 اشهر، الناس هتموت، فبتضطر انك تعمل اسقاط جوي، الاسقاط الجوي ليه تكلفه. فما حد يقول لك ان المصاريف الاداريه اكس وخلاص، قول لا، هي اكس وواي وزد واي وبي وسي. اولى الساعه او الساعه الربع الاولانيه اتكلمنا عن الخصائص او شخصيه عامل انساني، فدلوقتي عايزين منكم الاسئله او التعليقات، تفضلوا. تفضل تعال عشان الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. نشكرك دكتور هاني على هذه المعلومات القيمة. في معلومة ممكن نستفيد منها أنه أثناء الزيارة المجتمعية موضوع التوثيق والتصوير، يا ريت تعطينا بعض النصائح في موضوع التوثيق والتصوير. طيب جزاكم الله خير. سؤال تاني من الأخوات، جاهزين ولا لسه؟ لسه. طيب سؤال تاني من الإخوة عشان ناخد سؤالين ثلاثة مع بعض. توثيق لسه ما سخنتوش؟ طيب التوثيق لابد ما التوثيق والتصوير، التصوير بالذات لابد يكون فيه اخلاقيات، حذاري ان نهين المحتاج
ونستعمله كسلعة. الفلوس في ايديه، الصور قدام كده، عشان الشعار، عشان عشان عشان. فلكل مهنة اخلاقيات، واعتقد في ناس حطوا فيها اخلاقيات كتيرة جدا لابد ان نلتزم بيها. حتى ولو كان المتبرع ضغط عليك، قلنا انا بتعامل مع بشر وانا عندي اخلاقيات، ودي مهنية التصوير بتاعي، مهنية التصوير بتاعي، ان انا لا اجرح المحتاج واجعلهم كده واقفين وكل واحد في ايده شنطة وكل واحد في... لا انا ممكن اقول ان 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 في ان 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 ان, إن, إن حوزع الـ 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 الامور دي على الناس كلها، بس ما اجرحش ايه كرامة الناس والنساء بالذات. يعني تبقى هي واقفة مكسوفة انها بمد ايدها، كسرت عين وكسرت قلب وكسرت روح وكسرت نفس. فاعتقد ان انا رجعك لفي ناس كتبوا في الاخلاقيات التصوير وحطها كسياسة وبعتها لكل المانحين، قولوا انا لا اختلف عن هذا المحتاج ارملة او يتيم او كذا، انا حوثق لك، والتوثيق لمعايير، ابدأ من حيث انتهى الاخرين. يعني انا ليه العالم غير الاسلامي تقدم عننا، دخل في كل هذه الاخطاء واحرج الناس. انا كنت فاكر في الثمانينات كان في حاجة اسمها طفل الاوكسفام. طفل معناه ايه؟ يروحوا قرية في افريقيا يلاقوا فيها طفل حيموت، يصوروه يعملوا منه عمل اعلامي، يجمعوا فيه 1,000,000 و5 و10 و20 وعلمونا ازاي هم كانوا بيعملوها. كان في واحد تاني مصور فرنساوي، فاكرين لما صور الطفل اللي بيموت والنسر او الصقر كان جاي ياكله، الراجل ده انتحر لان حس ان ما عندوش اخلاق، ترك الطفل ده ياكله الصقر او النسر او الى اخره. فشوف الناس دول عملوا ايه وسبقونا. لابد احنا نبدا من حيث انتهوا هم. مش عيب ان انا اعمل لي معايير، معايير في التوثيق ومعايير في التصوير ومعايير. انا مره من المرات وانا في البانيا قعدت مع الشيخ هناك وصورته وانا بديله الدولارات. انا لما بصيت الصوره دي بعدها ب10 سنين انا كنت يعني بصف عن نفسي ان انا كنت قليل الادب. انا بقول لك كنت قليل الادب وما عنديش اخلاق. انا شخصيا انا من حق ان انا اشتم نفسي ولا انت مالك؟ انت هجوزك برضك بس من حق ان انا اشتم نفسي. خدت بالك؟ فشوف للمعايير بتاع التوثيق والمعايير بتاع التصوير، والاساس المعايير دي اللي هو العمود الفقري بتاعها هو احترام كينونة المحتاج. ده الاساس، وكل يلف حوالين الاحترام والتقدير لهذا الشخص. ويتعلم المتبرع، ولو متبرع بيسر له جزاكم الله خير، الرزق مش بايدك، الرزق بيد ربنا. لو الباب ده اتقفل لي باب من عندك، ربنا هيفتح لي 20 باب. لان في ناس شفت بعض الاطفال جايين مش عايزين يتصوروا واحنا بنجبرهم، مش عايزين يضحكوا واحنا بنجبرهم. بعض النساء بتبقى مستخبيه وبعض الرجال تبقى مستحيه، واحنا بنحط عليهم الضغط النفسي ده. فاخلاقيات التصوير المفروض ايه؟ نحطها كسياسه. عن تاني انا مش عايز اغني تاني، انا غنيت مره واحده من احمد عدويه للشرابيه. ها معقوله؟ في اخت رفعت ايدها؟ مفيش. طب تعالى انت، في الاخ اللي رفع ايدها، تعالى اتفضل. ضروري الا تصوير يعني؟ اه لازم، ما ده التوثيق. هذا ضغط يعني. الله يعطيك العافية جميعا. من خلال السيرة الطويلة المباركة، موقفين، موقف مؤثر تذكره وموقف كان صعب بالعمل الإنساني الاجتماعي. هو المواقف المؤثرة كثيرة جدا. أولها في البوسنة في 93 و94، بنت عندها 4 سنين اغتصبت، وكان المقالة عنها البنت التي جريمتها أنها مسلمة، كانت في الجارديان في مارس 1995 اغتصبت. خدوها هي أمها وبنتها وأختها، سوري وبنتها، كان أختها صغيرة عندها سنة والأم عندها حوالي 20 أو 19 سنة، والبنت دي عندها 4 سنين. خدوا أمها حدث ولا حرج،
ستة سبعة في اليوم، كانوا بدوهم اقراص. حتى الرجل كان يغتصب النساء خمس ست مرات، يعني من قدرة الرجل ما قدرش يعمل عملية جنسية اكتر مرة او مرتين في اليوم، ده ستة وسبعة مرات. لدرجة انه في القصة اللي ذكرتها الكاتبة الانجليزية قال انه بعد ما عملوا فيها اللي عملوه ده قطعوا جزء من ايه؟ من صدرها. ده الكلام ده انا قريه، مش وقريه من واحدة مش مسلمة. قالت لهم فين بنتي؟ قالوا خليها في الغرفة اللي هناك دي. دخلت على الغرفة التانية لقت البنت ممددة ومغمى عليها والرغاوة خارجة من بقها وفخدها متعرية ودم وكذا وكذا وكذا. فطبعا الام نسيت ايه اللي حصل لها، نسيت ايه اللي حصل لها، وخدت بنتها دارت عليها حبه ماء، فالبنت كانت لسه عايشه. فلما انتقلوا من المكان اللي هم فيه وخرجوا من المعسكر ده وراحوا تزلة، فالبنت مش عارفه تتبول وتتبرز بطريقه ايه سليمه. فلما كشفوا عليها لها متهتكه من الداخل. ايه يا بنتي اللي حصل لك؟ قالت لهم كان فيها بابا يا ماما واحد راجل كبير كده وحط ايده على راسي. ده اللي هي فهمته، ما عرفتش هو عمل فيها ايه. دي واحدة. طبعا زوج الام ابوهم قتل وجدهم قتل، وثمانية من العيلة اتقتلوا او اتذبحوا. يعني دي حاجة من الحاجات اللي احنا شفناها. الحاجة التانية بالنسبة للقضية السورية اللي هم الاطفال التلج، انا كنت مسميين فروزن تشيلدرن، اللي تلجوا في لبنان وماتوا، تلجوا في لبنان وماتوا كذا طفل. الرابعه اللي هي او الثالثه اللي هو الاولاد اللي خلوا اولاد الشواطئ اللي هم رماهم البحر الى اخره. فبرهتك فبتتكلم، دي بتتكلم عن دي مقاسي جرافيك يعني لها وصف، لكن ده مش هيخليني احبط على جثتي ان انا احبط ابدا، حتى ولو عمره في 100 بنت زي كده. انا هروح للبنت 101 عشان انقذها، للبنت رقم 200 عشان انقذها. حتى لو مات 100 طفل و200 طفل مبتلجين همشي على اطفال الباقيين عشان انقذهم. مش هقعد بقى ابص اللي حصل ايه، اللي حصل خلاص حصل انتهى، ده الحاجه اللي احنا عايزين نخرج منها. اللي حصل ده انتهى، لابد اوقف هذا الحدث ان يحدث لمن بعدهم من الاطفال ومن النساء والشيوخ الى اخره. انا قصدي موقف معك وليس معي. ما هو الاولاني معي، الاولاني الاولاني ده انا ما كنتش بنام الليل. يعني احنا كنا في قضيه البوسنه ما كناش بننام، وكان الادرينالين يعلى علينا بالليل الساعه 1 و2 ونطلع يعني بقى الشاب في صريف ومش عارف يجيب فلوس، عايز 3000 دولار و5000 دولار. موقف اخر في قضيه جنوب السودان، كنا مقدمين على منحه عشان نشتغل في المناطق اللي هي ما فيهاش مسلمين، وللاسف اتغيرت المنحه برغم ان كان في تشارك قوي جدا مع المجتمع اللي في جنوب السودان، وادونا المنحه لمنطقه فيها مسلمين. انا بكيت، لكن هدفي ان انا اعمل في هذه المناطق في جنوب السودان اللي هي اما وثنيين الغالبيه او مسيحيين. اخبرتك. فالامر الثالث اللي احنا في مسيرتنا في الإغاثة الإسلامية أو في أي عمل تاني، إحنا كنا هنقفل 2013 وإحنا في المنتدى الإنساني، كانش عندنا ميزانية. بتتكلم السنة اللي فاتت 20 مليون، أنا ما كانش عندي 10 جنيه أو 50 جنيه أو 1000 جنيه أمشي بيها المؤسسة في 2013. في 2000 وكام و13 قلنا خلاص هنقفل المنتدى الإنساني. والاخر ربنا اكرمنا بجمعيه وجمعيتين ادونا مبلغ فيحيي العظام وهي رميم. يبقى عشان دي بس ايه تخرج الكبوه الى انجاز. في اكتوبر 2013 كان في اجتماع في اسطنبول، في اسطنبول الامم المتحده، وكنت انا بتكلم فيه. فجت لي واحده من الامم المتحده مصريه قالت لي انت فلان فلان، قلت لها قالت لي يا سلام بقى لي مده عايز اتعرف عليك. لو انا بقى لي مده عايز اتعرف عليك، انا ما اعرفهاش طبعا، مش فاهم. تلاكت الارواح، مين اللي قال الكلمه دي؟ العريس اللي عايز يتجوز، النبي تجوزوه ده بقى وتريحونا منه. ادوه الاخت دي في عيال الباب زي بنت سعيد بن المسيب. عارفين سعيد بن المسيب بالزوجه بنته عملت ايه؟ نعم. ايه ده يا ابني؟ خلاص انت اتعرفت وهيجي لك مهرك في البيت،
عديك الشبكة والمهر ونعمل لك فرح لا وردية حقيقية لا لا ده حلقة حقيقية المهم هو ايه كان واقعي حاضر يا سيدي المهم سعيد بن سيب رحمة الله عليه افتقد هذا التلميذ فزوجته كانت ماتت فجه يحضر الحلقة فقال له مالك اتغيرت قال له زوجتي ماتت قال له خلاص الليلة هتنام ايه يعني في حضن عروسة مين العروسة دي بنته طب انا لا معايا مهر ولا بيتي في كذا ولا في عفش ولا في بتحب من اقف الفرح عندكم ولا عندي مقلوبه ولا عندي بتعملوا ايه في العفان ما تقولوا بتعملوا ايه عشان تجيبوا العروسه في البيت كبسه اكل العروسه كبسه ليله الدخله المهم يهديك يرضيك المهم واخد بالك فالراجل رجع بيته وقال لك بقى سعيد المسايب يمكن حصل له حاجه يعني وهو قاعد كده في البيت لا حد بيخرج خبط عليه قال له مين قال له انا سعيد مش عارف بقى مين سعيد فتح الباب سعيد المسيب استاذي قال له هذه زوجتك اديها له طبعا الراجل حيرلتم وما عندوش حاجه في البيت خالص طلع على السطح يقول يا ام فلانه الحقوني فجم الستات طبعا هم اللي ظبطوا كل حاجه وخرجوا من البيت لمده 3 ايام لغايه ما ظبطوا العروسه وظبطوا البيت وجابوا ايه جابوه بعد كده هو من الدكتور هاني بيدق عليه الباب يعني بس انا مش سعيد المسيب يا ابني وفاطمه مش بنتي عندي فاطمه بس بنتي اتجوزت الحمد لله واخد بالك فالمهم بقى تاني يوم بقى من الدخله عايز يخرج بقى يروح يسمع ابوها قلت له راح فين قلت له راح فين تعالى هنا يا جدعان تعالى خليك فين لا اسمع ابوك قلت له اقعد اللي ابوي هيقولوا لك انا هقوله لك حبسته شهر تعلمه وافقت على الجواز؟ نعم بده حد السنة سنة؟ يلا كان السؤال ايه؟ موقف حكيت انه واحدة العالم المتحدة واحدة قالت انا ابحث عنك اتعرفت عليها وكان عندنا احنا مؤتمر عاملين في العمان وكان تحت رعاية الامير الحسن بن طلال ربنا يكرمه يعني وقلت لها تعالوا كلموا يناير فهي قالت لي في الوقت ده في مؤتمر قمة إنساني أقر من شهر أقروا بان كي مون هيتعمل في 2016 كنا عن 2013 ل 2016 تخلص تعالوا في المؤتمر بتاعنا وكده فالحمد لله رعاية الأمير الحسن لينا خلت كل الناس تيجي خاصة الناس ليه اللي هم أصحاب القرار في الأمم المتحدة وفي تاني أمير تاني من السعودية اسمه مش الوليد أخو الوليد اسمه كان عامل حاجة لسوريا لا في اخ تاني لا مش خالد لا طلال ابن اخو الوليد ابن طلال اخو الوليد ابن طلال مش عارف كان اسمه طلال ولا اسمه ايه كان ليه اسم تاني فجم اميرين فدخل لك كتير جدا من الجماعه الرسميين يحضروا هو كان الله سبحانه وتعالى بهذا الحدث حول اغلاق المؤسسه في 2013 الى انماء المؤسسه في اقل من 6 اشهر هم جم كاتبين في البرزنتيشن بتاعتهم المنتدى الانساني يساعدنا في منطقه الشرق الاوسط في شمال افريقيا انا كنت واخد بالي واحد بيقول لي بص قلت له بص عليه قال لي بص اسمنا اهو الامم المتحده عايزه كده فبراير يا جماعه ده بقى قصه حقيقيه بذكرها ليه عشان ما حدش فيكم يحبط سامعين سعيد بن المسيب بنت سعيد بن المسيب الواد الخائب اللي اتجوز ده مش عارف كان اسمه ايه حد ابو وداع ابن وداع ايوه واخد بالك انت عايز تبقى زيه وداع يعني جزاك الله خير انت متجوز لا طب ما خلاص هو واحد تاني اوف اوقف يا ابني المهم في فبراير لفيت 12 دوله عشان اعلن عن المؤتمر القمة الانساني اللي هيحصل بعد سنتين كل المجامعات يا عم ده لسه بدري قال لهم بدري ايه الناس قرروا لو مش هتخش المطبخ دلوقتي مش هيكون لكم مكان في الطبخ هناك في ابريل او في مايو 2014 كنا عاملين لقاء هنا هو حضره 45 جمعيه تقريبا مما في الامم المتحده فاحنا الامم المتحده لا خلاص انتوا بقى لكم منطقه الشرق الاوسط ومنطقه شمال افريقيا انتوا لا احنا نمثل العالم الاسلامي واحنا معانا ايه بح
معنى ايه؟ بح يعني مفيش. فانا طبعا بكلم الشباب اللي انا كنت بشتغل معاهم في المنتدى وبقول له يا طارق، طارق ده من المقدس، المقدسي يعني. قال لي ايه يا دوك؟ قلت له احنا دلوقتي عايزين نعمل 50 ورشة عمل في 50 دولة، تعرف عمل فيها ايه؟ السلام عليكم، ساب الاوضه ومشي، لان عارف ان من 6 اشهر ما كانش فيه ولا مليم. قلت له تعال هنا. قال لي يا دوك يعني هنجيب فلوس منين؟ قلت له انت مالك؟ عملنا 39 ورشة في 36 دولة في اقل من سنة ونص. دي قصة انا بقولها عشان بقول لك مفيش حدود للنجاح لو انت خرجت نفسك من الكبوة. لو قعدت في الكبوة وتقول كذا وكذا واللي حصل كذا، معنا مش هنشتغل، كنا هنقفل 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 يعني. كان اجتماع كل اسبوعين مع المجلس الامناء، لان في ناس فيهم مش مسلمين وليهم حيثيه كبيره جدا في المجتمع البريطاني وخايفين على انهم يكونوا بيشتغلوا في مؤسسه فلست. الى ان في 2014 و15 و16 ده ان في بعض الجمعيات كانت بتقول ايه ده مؤتمر القمه الانسانيه اللي عملناه المنتدى الانساني. معايا كفايه الامثله دي؟ طيب نروح للاخوات. ها آه. ان كنا ايوه بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يستطيع المتطوع بالعمل الإنساني عندما يدخل إلى أسرة بمهمة التوعية الصحية أو التوعية الأسرية، على الرغم من أن العائلة مثلا بحاجة إلى الإغاثة المادية أو الطعام أو إلى آخره، كيف يستطيع؟ أكيد في تفاوت في الثقافات والتفكير، سيبدأون بمطالبته بالإغاثة. كيف يستطيع أن يمتص هذه اللوم أو العتب وإيصال يعني إتمام مهمته دون التجريح أو دون توثيق أو دون يعني أن يؤلمه ضمير؟ وكيف يستطيع أكيد عندما يخرج يعني لم يستطع أن يعطيهم الإغاثة، عندما يخرج أيضا ستكون له آثار نفسية سلبية عليه بتأليب الضمير وهيجان العاطفة باتجاه الأسرة. كيف يستطيع أن يخرج منها سالما ويحاول تقديم مساعدة لها؟ هو المشكلة أن الجمعية تكون عاملة دراسة حالة قبل اي حد ما يروح، وكل اسره حاله مختلفه. مفيش حاجه اسمها بالانجليزي وان سايز فيتس اول، يعني الجلابيه انت هتلبسيها وانت بنتك هتلبسها، لا، كل واحد ليه مقاس على قده. فلابد الجمعيه تعمل دراسه حاله لكل اسره هتشتغل معاها، سواء كان في عمل اقتصادي، سواء كان في عمل اجتماعي، سواء كان في عمل تربوي، سواء كان في عمل صحي، سواء كان في عمل توعوي الى اخره، بحيث لما يروح الشخص المتخصص يبقى عارف الخلفيات دي كلها قبل ما يروح، او متخصصه. ما تروحيش انت كده يعني بدون وعي وبدون علم وبدون معرفه وبدون ادراك، هتصابي بالاحباط ده. المشكله انه لما في حاله مثلا هون في مدينتنا، انه لما يمشوا وين سوريين اشهر على البيت، هذا سوري ما قام يعني يكون في احصائيه او يكون سؤال قبل الدراسه. ما حتى لما يروح هناك يروح بغرض الدراسه. يعني انت قبل ما تخش في موضوع معين، ده اللي انا بقوله، يعني انت دلوقتي نزلت في حي من الاحياء، الحي ده فيه 20 اسره، انت اول خطوه بتعمليها بتقعدي مع كل اسره من الاسر دي كلها تشوفي هم عايزين ايه، احتياجاتهم ايه، قبل ما تقولي انت عايزه تعملي ايه. العمليه ما بتنفعش من فوق لتحت. انا عندي مثلا حبه مثلا في لبنان ساعه الاجتياح في 2006 في بعض المؤسسات الدوليه جابت لحمه خنزير معلبات، ومش عارفين ان صيدا كلها مسلمين والجنوب كله مسلمين، سواء كان شيعة وسنة مش مشكلة. فلما جت دي كانت فضيحة. صحيح لبنان فيها مسيحيين وفيها 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 بياكلوا اللي هو الخنزير إلى آخره، لكن أنت بتشتغل في منطقة 100% فيها مسلمين. فكان المفروض على المؤسسة دي قبل ما تخش هناك تعرف الحي اللي هتوزع فيه اللحوم دي مين اللي بيسكن فيه. فلذلك أنت مسؤولية أسامة. أسامة بيعمل ناس أخصائيين اجتماعيين بينزلوا يمسحوا الأرض، اللي بسميها نيدز اسسمنت. النيدز اسسمنت ده قبل انت بتعملي اي شيء، قبل ما تعدي باي شيء، قبل ما تعملي اي مشروع او اي فكره،
واخد بالك؟ انا عندي في الحي ده 20 اسره، في الحي ده 5 اسر، في الحي ده 7 اسر، الحي ده في كل اغلب الاسر كلها نساء معيلات ومعاهم اطفال، الحي ده في زوج معاق ومعاه اسره الى اخره الى اخره. بعد كده هو بتنزلي اللي احتياجات كل اسره في اللي هو اللي بيسموه ايه التشارتس، بيسموه ايه القوائم. هتلاقي الصحيه فيها كم اسره عايزه صحيه، الاجتماعيه فيها كم اسره عايزه اجتماعيه، التربيه الاطفال اللي كذا اللي كذا كذا. بعد كده بتحددي بقى الاسره دي مره ثانيه وتقول لهم انا حاجه اتكلم معاكم في الناحيه الصحيه. لكن نروح دون معرفه احتياجات الاسره هتصابي باللي انت بتقولي عليه دلوقتي. جزاك الله خير، ربنا يكرمك. تفضل انت، انا هشك فيك بقى بالله عليك الليله، يعني زي ما سعيد بن سعد تعالى يا ابن تعالى عليه حاصل اصلا سنة. لا حصل، واللي جنبه ده كمان، واللي جنبه كمان. لا انت متجوز، انت انت متجوز، انا عارفك، انت انت بقيت معايا امبارح متجوز. حسن البصره اطلع. اتفضل اتفضل. بدايه جزاك الله تعالى خير، تكلمتم عن عدم التمييز خاصه في موضوع الاغاثه بين فئات المجتمع يعني. لكن احيانا يكون تكون الجمعيه يعني مرتبطه بالداعي، مثلا يعطيها قسم معين كراتين معين او مبلغ مال، فهي مقيده بهذا المبلغ وتكون الحاجه اكبر من هذا المبلغ. فكيف يفعل هذا الموضوع؟ مثلا اعطاهم مبلغ وحاجه الحي الموجوده في الجمعيه او مسؤوله عنه اكبر يعني تفوق هذا المبلغ الموجود. هون مثلا انت راح تعطي للفقراء، ففي كمان ايضا يستحقون ان يعطوا لكن لا يوجد هذا امر. الامر الثاني مثلا نحن في تركيا بعض الفقراء الاتراك تحسون هذا يعني يوزع في الحي السوريين فقراء، ونفس الحي يوجد فقراء اتراك قد يكون اكثر حاجه. فيعني انا احيانا موجودين نحن بينهم بتكلموا بالتركي طبعا، فكثير مستعجلين الامر يعني بيشتموا على السوريين وبيشتموا على الداعمين وبيشتموا على قطر والسعوديه اللي داعمين لهم. كويس. طبعا الموضوع ده موضوع قديم وجديد في نفس الوقت، واخد بالك؟ واحنا ما بنشتمش في اي حد، واخد بالك؟ كلنا كل المانحين يعني ربنا يكرمهم ويبارك فيهم وجزاهم الله خير على خيراتهم. موضوع ان انت لابد ان تعطي الفقير في الحي اللي هو مش لاجئ ومش نازح، ده الموضوع ده بدا من اكتر من 20 سنه او 30 سنه. ليه؟ لان المجتمع المضيف بدا يكون طارد للاجئ والنازح، فلابد انت في سياستك تعمل جزء خدمات لهذا المجتمع المضيف. يعني مثلا في دارفور في 2002 و2003 و2004 النازحين سودانيين مش سوريين، خلاص، وده سوداني وده سوداني والاثنين من دارفور، قعدوا في المدارس بتاعت الاولاد اللي هم في المدن اللي هم نزحوا اليها الناس الاخرين اللي هم اصلا من دارفور. جه العام الدراسي يبدا ما فتحش، بدا يحصل فيه ململه، فاضطرينا احنا عشان نفرغ كل هذه المدارس نعمل مخيمات للنازحين في الخارج ونعطي جزء من الميزانيه مشروطه لاهل البلد. الامر ده حصل في افغانستان في 2001 لما الافغان العاديين فقراء، فلقوا ان اي حد بيكون تحت خيمه الامم المتحده بتحطه عشان تدي له فلوس تدي له حصه، فكل عيلة خرجت من بيتها وحطت نفسها تحت خيمة عشان تستفيد. فانت في سياستك لابد الحي اللي انت قاعد فيه انت 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 لابد توفر هذا، والا هتبقى هتصل لايه اللي انت وصلت اليه دلوقتي في سياسة المؤسسة وحتى سياسة المانح اللي بديك. تقول له الحي ده فيه 100 أسرة سورية لاجئة او نازحة وفي 50 أسرة مستفيدة، فانت تعمل جزء من الكل. دي نمرة واحدة. الامر الثاني عن في الصومال كان مجموعه اسمها الشباب كانت بترفض تاخد اي مساعده لجزء من الحي، يقول لي تجيب فلوس الحي كله يا ما تجيبش حاجه. فانت بالتالي تقول للمانح بتاعك انا الشريحه بتاعتي اللي هشتغل عليها في قريه معينه فيها 1000 ايه مستفيد، ما اقدرش اوزع 500 حصه، ما اقدرش اوزع الا 1000 حصه، حتى لو قللت كميه اللي هتوزعها. يعني انت مثلا ما توزع مثلا حصه فيها 40 كيلو، اعمل حصه فيها 20 كيلو بحيث ان الايه تستوعب الكل، خدت بالك؟ وهكذا. فانت بالتالي تكنيكالي وميكانيكالي انت اللي بتحاول تظبطها من داخل فهمك للمجتمع اللي بتشتغل معاه فيه. في مناطق اخرى لازم المختار بتعدي عليه حصه،
معايا؟ ما هو مختار. لا ما هو فانت ايه يعني بتطلع حاجه كده بسيطه هديه مؤلفه قلوبهم والعاملين عليها الى اخره الى اخره. فما تنظر لمثل هذه الامور يعني لان شايف الخير داخل خارج وهو عايز خير هو كمان ان هو اللي بيحمل الموضوع دي كلها. فالتوازنات دي كلها اخبرك عشان يسر عليك ايصال المساعدات لكل الناس. انا بس اذكر الموضوع ده انا ذكرته امس ولا اول امس لما كنت في بغداد مش بغداد في الباص في العاصمه هنا اسمها ايه؟ انا مخ مع العراقيين اسطنبول مع العراقيين. الشيخ فيصل موريه رحمه الله عليه افتى وغيره ان انا ممكن اصرف نص المال لكي يصل نص المال للمحتاج لان في مناطق صعب الناس تروح فيها ومحدش بيرفض ومحدش عايز يشتغل فيها فتكلفه العمل فيها صعب غاليه عاليه جدا. اما مناطق صراعات او مناطق فيضانات او مناطق براكين او مناطق فوق الجبال. يعني مثلا لما حصل في 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 شتاء 2001 والحرب في افغانستان كنا بنضطر اننا نطلع المواد الاغاثيه على ظهر الحمير. كل حمار كان بيشيل له 20 كيلو او 50 كيلو. فتخيل بقى انت عايز تطلع 500 كيلو لقريه او كذا على الجبل. كم حمار طالع ونازل؟ ده بتكلفه. غير انك بتجيب الحاجات دي من العاصمه للقريه دي بشاحنه. شوف التكلفه تبقى شكلها ايه؟ الحمار له تكلفه. واخد بالك؟ وهكذا والوقت الى اخره. مثلا في دارفور لما تجيب المواد الاغاثيه بتاعتك وصلت بور السودان ما بين بور السودان ودارفور في يعني 1000 كيلو او 2000 كيلو وطرق فيها مش معبده تعملها ازاي؟ لان في تكلفه عاليه جدا. لما كنت في الحرب ما بين الشمال والجنوب في السودان كان بيضطر نعمل اسقاط جوي لان لما بتنزل موسم الامطار بيتقفل المناطق دي كلها عشان ما فيش طرق لمده 6 اشهر الناس هتموت فبتضطر اسقاط الجو ليه تكلفه. فما حد يقول لك ان المصاريف الاداريه اكس وخلاص قول لا هي اكس وواي وزد واي وبي وسي. واللي يقول لك ما فيش مصاريف اداريه تقول له ايه؟ قابلنا على النص يا بر وانا هستناه هظبطه لك او اظبطها لك. في ناس طالعه اليومين دول بيقول ما فيش مصاريف اداريه قول له مش عايز فلوسك قول له مش عايز فلوسك استعلي كده عليه مره واثنين وثلاثه وكذا وكذا وكذا. والاخر بقى انا لما ببقى بزربونه ببقى ايه؟ زربونه. عارف زربونه يعني ايه؟ يعني بقى ها؟ قلت له بقى انت وبلدك وجمعيتك ومش عايزينك وبره. بالعربي يعني خلاص لان انا يعني عملت لك دهن مداس وعملت لك البحر طحينه وسخرت لك كل حاجه وبعدين هتتنطط عليا لسه؟ لا مش عايز فلوسك امشي. اتى عن يد وهو صاغر يزكينا المؤسسه عشان يدينا مليون دولار. طب لازم ازعق لك واعمل لك الى اخره؟ فلما تحترم قيمه المحتاج ربنا هيقف معاك كده. لان مين يبدي الرزق؟ ربنا. يخيل لك ان الجمعيه دي مش هديك انا مش عايزها. يعني من ثلاث سنين بقول لهم ارفضوا انكم تاخدوا اكل داخل سوريا واجبروهم انهم يدوكوا فلوس علشان ينمي المجتمع. فالجمعيات ما اتحدتش على نقطه. لو كنا اتحدنا على نقطه كنا اجبرنا المتبرع والمانح التقليدي ده انه يحط على الاقل جزء من المال ده في بناء المجتمع وبناء قدرات المجتمع وعمل مشاريع تنمويه في المناطق الامنه. خدت بالك؟ فلابد انت في الحاجات دي كلها نرجع بس للموضوع تاني في الاشياء دي كلها لابد يكون لك رؤيه ولابد ان انت تقف في صف المحتاج. ان شاء الله هتخسر العقد ده. اوعى تفتكر لما هتخسر العقد عشان بتدافع عني انا كيتيم ان ربنا هيسيبك لان انت لست احن من الله على هذا اليتيم او لست احن او ارحم من الله على هذه الارمله او هذا الشريد او هذا اللاجئ او هذه اللاجئه. اوعى اوعى تفتكر ان انت هتكون اكثر حنيه واكثر رحمه عليهم من الله سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي بيعطي. اتفضل تعالى هنا بقى. لا حتى لو متجوز تعالى هنا برضه. ها لا لا انا من الموحدين مش من المشركين. ها الله يبارك.
النقطة الأولى إنه من معايير السفير. أيوة. بال94 دين. تفضل تفضل كلم الناس. أنت دلوقتي قائد مجتمعي. كلم الجمهور. هو إعلامي ما يحب التصوير. من معايير السفير هو إنه المجتمع المحلي يستفيد. اللي هو المضيف قصده المجتمع، مجتمع المضيف. تمام. يستفيد مثل اللاجئ أو النازح لهاي المنطقة. هاي أولاً. ثانياً بالنسبة لأورفا وبالنسبة للمناطق الجنوبية استفادت يعني من المساعدات ولو بطريقة مباشرة، لكن ما كان في إعلام موجه للأتراك يعطي هاي الفكرة أو يوصل هاي الفكرة. الكويت أنا سمعت تقريبا من سنة قدمت 15 مليون دولار خدمات اجتماعية، طرقات، نظافة، بلديات، إضاءة، إنارة، يستفيد منها المجتمع المحلي ويستفيد منها ايضا اللاجئ. فصارت هاي معك تركوزية تماما، حتى يعني حصل، يعني حصل هذا هو ده عشان ايه؟ يعني ايه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل بيت الاسلام فهو امن. طيب ما اذا في حيثيه في المجتمع عشان المجتمع ما ينقسمش ويكون طارد للضيوف الجدد. تفضلوا، تفضلنا ولا تفضلوا؟ خمس دقايق. ها ندي سؤال بالعافيه للاخوات، بالعافيه اتفضلي. انت تنهدتي فيبقى عندك سؤال. طيب ها ما عندكيش؟ ها هعد 1 2.5. عندك سؤال؟ طيب يلا اجيلك انا، تعال يلا معي يلا. ايه يلا بسم الله، عاوز الله معاه تروحي معاه، تعالي معاه. ماما زمنها جايه جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجات وان ما بدها الميكروفون. طيب يلا بدها شروط، يلا احكي يلا تحكي يلا. لا انت لا ما يصير، خلاص استنونا كله احكي كده. وايوه كده طيب ليش مو انتم تسالون الايتام شكون بدهم تفهمون؟ ايه ليش ما تسالون الايتام شكون بدهم تفهمونهم؟ ليش ما تسالون الايتام شكون بدكم ايه تفهمونهم؟ انا بتكلم كده صح؟ كلام صح؟ ايه خلاص؟ ايه سؤال كده؟ طيب هو طبعا هي بتتكلم عن دراسة الحالة بالظبط، هي بتقول لك اليتيم عايز ايه؟ الأرملة عايزة ايه؟ عندها حق، لأن الطفل عنده عالم بتاعه وكل فئة عمرية من عمر الأطفال ليه مجال أو ليه فلسفة فكرية معينة. حتى ما بنعمل اللي هو الكتب اللي هي القصص والحاجات دي كلها في لغاية 3 سنين طريقة في الكتاب في عرض الكتب من 3 لـ6، من 6 لـ9، من 9 لـ12 إلى آخره إلى آخره. ما ينفعش نعمل كتاب للأطفال لكل، زي ما احنا مثلا عملنا الاطفال الناصر صلاح الدين انهي سن عمري؟ 12. خلاص ربنا، فاحنا لابد نفهم. زي الاخت اسمها ايه؟ ارم. ارم ربنا زي ما ارم ما اتكلمت عندها سؤالك مهم جدا، ونسقف لها ونغني لها كمان. ها ان لازم تسال الطفل. شكرا يا اخت ارم، شكرا. يلا اخر سؤال للشباب بس اللي مش متجوزين بقى، خلاص احنا خلصنا بقى، انت اقعد ما تقومش تاني. في حد تاني من الشباب عشان يكون اخر سؤال؟ اتفضل. انت متجوز خلاص وعارفين انت اخذت معلومات من البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا عندي سؤال واحد، احنا بالنسبه لموضوع الايتام، موضوع التوثيق للمتبرع، قبل كنا نوثق بظرف مكتوب عليه اسم المتبرع واللوج وكذا، صار ضغوطات اغلب الاطفال ما يقبل، فلغينا موضوع الظرف، فظل مصر المتبرع انه ياخذ صوره
من دون ضرب من دون شيء واخذ صوره. مع ذلك 40% من الاولاد يرفض انه يتصور. ليه؟ انت جاوب بقى، جاوب انت مش انت. لا ها هو انا عم كلم، لا كلم الناس، كلم الجمهور، بي بي سي مستنياك. ليش ما بتحب التصوير يا عمر؟ جرح. آه. فلابد انت عايز تصور، ممكن تعمل صوره جماعيه في حفله مع بعض، لكن تصور كل واحد كصوره لوحدها، احنا عدينا المرحله دي للاسف. احنا اغلب احنا عدينا المرحله دي من 20 سنه. اغلب الكفالات عندنا من متبرعين عرب، بعضهم يعمل معك على سيستم، اما تدخل الصوره ويوقف. الكفاله ان انت الطفل المكفول ده مشروع لوحده، تدي له المعلومات اللي حصلت بالنسبه لهذا الطفل، ودي صورة بتحطها مرة واحدة عندك في الملف. لكن النشاط العام وتوزيع الأموال وتوزيع الحاجات دي ده شيء يختلف. فأنا من حقي إن أنا أعرف إن أنت التقرير ده صرفته على الطفل بتاعي أو الطفلة بتاعتي اللي أنا مكفلها. لكن أنت بتتكلم على حيثية أخرى، إن أنا وأنا بديله التبرع وأنا بديله الأكل وأنا بديله اللبس بصوره تاني. لا لا لا، أنا ما عم أعطيه الفلوس وأصوره، انا بصوره صوره خارج موضوع الفلوس، انا بسلم الفلوس للام، لكن بصوره صوره شخصيه للطفل. مع ذلك الطفل متضايق من هاي الصوره. طفل فهمان الفكره يعني، ليش انت عم تصور بنفس الوقت؟ انت واقع بين انك انت متحسس وزعلان على الولد، وبنفس الوقت متبرع بيقول لك 5 شهور ما دخلت الصوره اوقف الكفاله. كل شهر في 5؟ كل 3 شهور. كل شهر في صوره؟ كل 3 شهور. ليه هيك؟ لا قول له مش معايز. يعني معذره، انا مش عايز اخش في عقليه المتبرع ده. قول له يعني انا ممكن اجيب لك صوره واسرقك. لا لا ما انا هقول لك، صلي على انا نصاب، صلي على النبي، صلي على النبي. انا نصاب، انا نصاب، انا ان اس اب نصاب وحرامي ونوري، هجيب لك كل شهر صوره واعمل لك فوتوشوب واروقك، ومش حاصل ولا مليم لاي حد. غير التقرير المالي يا عم، خلاص بقى. والتقرير المالي هضربه. ما بقولك انا نصاب، انا نصاب. انت عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول اكتر من كده ايه؟ انا نصاب وحرامي. ده لازم نعلمه، نقول له والله انت واثق في الجمعيه ولا لا؟ اه دي نمره واحد، واثق في الجمعيه هنجيب لك صوره مره واحده، ونجيب لك تقرير ادبي بعد كده، لان الناس مش عايزه تتصور. قول له انت لو كنت في مكان هذا الطفل ولا هذه المراه، الله اكبر الله اكبر، هترضى ان زوجتك تتصور او بنتك تتصور او امك تتصور؟ هي نفس الموضوع. فلابد يكون في تثقيف لعلاء الناس. امبارح صار معنا موقف قبل ما تجي، قال لي هذا الطفل اليوم اذا ما دخلت صورته بسوي ملف الايتام راح تروح خلص تتوقف. خلاص المشكله انه ما بيتعامل معك مباشره بالدونر، عم يتعامل معك سيستم. انه سيستم، انا ما بتعامل معك على التليفون ابعث لي على الواتساب كذا، هذا سيستم عندك، هاي شفره السيستم، ادخل دخل الصوره. انت تقول للاسره ده شرط، الأسرة برضاها وطوعها قبلت صورها، لا والله أنا عندي كذا 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 بيعمل كذا، ترضوا عشان الأمر ما تقطعش عليكم ولا؟ ما أنا دلوقتي عايز أعمل، لأن أنا إيه، أنا رجلي ولا إيديا في النار مش في المية، هو رجله وإيده في المية، فأنا دلوقتي هقول للأسرة وهي هتبقى مجبرة، واخد بالك؟ هو مش في ايديه الميه، لان هو ايضا وراه مثلا ناس متبرعه وعاوزه. انا مش مختلف مع، انا بشوف على كيف نحفظ كرامه الاسره، بدل ما كل شهرين صوره يبقى صوره في السنه. انا ما شفتهاش ابدا يعني من خبرتي في الاغاثه الاسلاميه، ما شفتهاش ان هو كل شهرين صوره او كل 3 اشهر صوره. ليه انت يعني هتقيس طول الوقت كل شهرين ولا؟ واخد بالك؟ فلذلك انت بالتالي اعتبره متابعه. متابعه ايه؟ متابعه بالصوره؟ يعني يا ابني فوتوشوب دلوقتي، انا ممكن اعمل لك اي حركات يا اخواننا. التكنولوجي الجديد بيضحك على ام مش عارف مين، واخد بالك؟ والنصب موجود في كل حته. هل في ثقه بيننا وبين بعض ولا لا؟ قول له تعالى انت زور الاطفال. لا لو الاسره رضيت مجبره ربنا، لان الاسره يعني مش عايز بس اوصل المرحله ان الام تبقى في حاجه شديده وتبقى مكسوره بالطريقه دي، الى ان ربنا سبحانه وتعالى يعطينا متبرعين يفهموا في الدين قبل ما يفهموا في الفلوس اللي في جيبهم. دين ايه اللي بيخليك تكسر تكسر نفس المراه ولا الطفل ولا كذا؟ اذا كان سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان بيروح بالليل عشان ما حدش يشوفه،
ويتحسس بالليل وينظف البيت ويقعد مع الست اللي كانت بصيره وغيرهم. يبقى انت مين؟ انت بتتكلم عن مين؟ مين اللي بتتكلم عنه؟ فده بنتكلم ده لابد يا اخ اسامه يكون في توعيه المتبرعين. لان انت ما بتبقاش انت عشان فلوسك معاك اوعى تفت. انا بقى خلي بقى انت سخنتني كده. انا زيك، انا جمعيه زيك انت كمان. لو هنزل لك بطريقه دونيه اقول له جزاكم الله خير، الرزق بيد ربنا مش عايزين فلوس. واوعى تفتكر ان ربنا هيسيبك، هيفتح لك باب من اي حته تانيه. بالادب بالادب. وحصلت معانا كتير جدا في اماكن مختلفه، حصلت وخسرنا اموالك، ربنا فتح ابواب تانيه. لان مين اللي شايف الموضوع من فوق اللي عنده الصوره الكبيره؟ ربنا سبحانه وتعالى. عارف ان انت بتدافع ولا يدعو ايه الذي لا يدعو اليتيم. انت بتمنع داعي اليتيم، انت بتمنع داعي اليتيم. ربنا هيسيبك مش هيسيبك. لو الاسره قالت معلش خلاص ما فيش ما نعملها، خلاص هتبقى وتدعي لها ان الراجل ده ربنا يهديه او المانح ده ربنا يهديه. فلابد تعمل لك حاجه في النص، لان برضك الواحد عايز يفتي فتوى اجتماعيه وتبقى الست مش لاقيه تاكل وتشرب وواحد يعني متصلب بالراي ده عليها. لو هو وافقوا خلاص هتبقى مجبره هنعمل ايه؟ لكن لازم توصل رايك. احنا وصلنا، احسن نوقف موضوع الظرف واللوجو، نوقفه انه ما يمسك الولد الظرف وتصور فيه. ده ايه ده؟ صوره شخصيه. مع ذلك في عنان. يعني خلاص. انا بقول لك الموضوع، انا بقول لك في 22 اخذت الدكتوراه سنه 91 او 92. انا صورت الفلوس دي وانا بديها للشيخ. جرمت نفسي بعد كده. يعني من 27 كام؟ 18 27 سنه جرمت نفسي. قلت ان انا كنت قليل الادب. وانا بقول لك هنا قول له ان فلان فلان انا عن نفسي انه قليل الادب. والله بكلم يا اخي استعمل اسمي. لا اله الا الله. اقول له ايه ده؟ قول له ان ده انا قليل الادب. وقال ان هو مجرم. ها؟ مش الاخ عملني جحشه ولا مين اللي فين الاخ اللي اخر سؤال بقى ولا خلاص انت صاحب الزفه؟ في حاجه تانية؟ تعال انت بقى اختم بقى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا باسمكم جميعا نشكر دكتورنا على يعني هذه المحاضره والورشه القيمه اللي ابداها، فجزا الله خير وجعلها في ميزان حسناته. ان شاء الله نكون تعلمنا واستفدنا من معلومات قيمة. يعني أعتقد قسم كبير هو اليوم باحتكاك مباشرة أو غير مباشرة مع المجتمع، كان في الميدان في العمل الإداري أو في الشق المجتمعي أو التربوي أو التعليمي أو الدعوي. نتمنى إن شاء الله كنا استفدنا من هذه النصائح. مرة ثانية نشكر الدكتور جزيل الشكر على عنائه وعلى قدومه وتشريفه لنا في أورفا. على وعد إن شاء الله يعني يكون في برامج قادمة إن شاء الله معد بشكل كامل. فجزا الله خيرا والله يجزيكم خير جميعا على حسن استماعكم. نتمنى يكون عامه الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله. ما فيش تسقيف طبعا احنا في عندنا راح يكون العصر. ان الانسان في خسر. ان الانسان في خسر. والعصر. راح يكون ان شاء الله في دوره اعتقد اكثر اختصاصا تفيد شريحه كبيره من الشباب والاخوات المقطوعين والمقطوعات، اللي هو دور الشباب في المجتمع. يعني اعتقد هاي راح تكون اختصاصيه اكثر في العمل، راح يكون في اسئله اكثر، اللي عايز يجي حيسال. فالان راح ارتب مع الدكتور الكلام ده احنا عملناه، سيرشح لحضور هاي الدوره، انه في اخوه طلاب جامعات راح يحضروا هاي، واللي هم عايزين يجوا عشان القاعه نقعد على الارض راح نشوف ان شاء الله. فراح ارتب مع الدكتور وان شاء الله مع مدراء المراكز راح ننسق هذا الامر معكم الان ان شاء الله. ففي احتمال القسم يطلع هنا ان شاء الله واحتمال الكل ان شاء الله. السلام عليكم.